أهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وتغطيتنا متواصلة للحدث الرد الإيراني على استهداف الكيان الصهيوني لسفارة طهران في دمشق. وللنقاش معي من موسكو الكاتب والمحلل السياسي محمد الأفندي، أهلا وسهلا بك. تحياتي أستاذ الكريم للإخوة المشاهدين. طيب، من محمود الأفندي إلى جمال خليل القيادي في جبهة النضال الفلسطيني من جنوب لبنان عبر سكايب، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بحضرتك. وسيلتحق بنا بعد قليل محمد بن خروف المحلل السياسي من باريس كذلك عبر سكايب. إذن أبدأ النقاش معك جمال خليل القيادي في جبهة النضال الفلسطيني من جنوب لبنان. نهاية الرد الإيراني المنتظر على استهداف الكيان لسفارة طهران في دمشق، بداية كيف ترون هذا الرد؟ في أي سياق يمكن أن نقرأ حجمه ورمزيته كذلك بالتوازي مع تطورات العدوان الصهيوني المتسارعة في القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي؟ لا شك أن ما جرى بالأمس والرد الإيراني الذي جرى هو رد طبيعي ومنتظر وواجب، حيث كما نعلم منذ أسبوعين قام الاحتلال الإسرائيلي بقصف أرض إيرانية قنصلية الإيرانية في دمشق، وقتل مجموعة من المستشارين الإيرانيين في أرض إيرانية. وبالتالي إيران حددت بوضوح بأن من حقها، وهذا ما كفلها لها القانون الدولي وخاصة المادة 151 من ميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح بأن يكون هناك. إن ما جرى بالأمس هو رسالة ردعية ورسالة سياسية، حيث يعني هناك بوضوح نستطيع أن نقول إن أزمة المنطقة هو هذا الاحتلال الإسرائيلي، وبالتالي بدون حل عادل للقضية الفلسطينية وبدون سلم الفلسطينيين لا سلم في المنطقة والإقليم، وبالتالي هذه التوترات ستستمر ما دام هناك إجحاف للحق الفلسطيني وعلى حصوله على حقوقه المشروعة. هذه العملية دلت بوضوح أن هذا الكيان لولا الحماية الغربية لا يستطيع أن يحمي نفسه. والآن أمامنا تجربتين، تجربة 7 أكتوبر وتجربة 14 نيسان التي أشارت ودللت بالواقع والملموس، لولا الحماية الأمريكية والبريطانية والفرنسية لا يستطيع هذا الاحتلال وهذا النظام أن يحمي نفسه. وبالتالي هذه العملية أدت وبالضرورة إلى تغيير قواعد الاشتباك في المنطقة، وبالتالي سأكمل معك النقاش. أعود مجددا إليك محمود الأفندي من موسكو. جمال خليل يرى بأن الرد الإيراني هو رسالة سياسية وأيضا هو رسالة ردعية من طهران، كيف ترى الرد من جانبك؟ هو طبعا يعني الرد يجب أن ندرس أولا لماذا قامت إسرائيل بضرب كياس وضرب السفارة الإيرانية أو القنصلية الإيرانية في دمشق. السبب لأن الكيان الصهيوني ودولة إسرائيل والحكومة الإسرائيلية لم تستطع خلال 7 أشهر من الحرب أن تعطي أي نتائج، لذلك اضطرت لتغيير الأنظار نحو إيران ونحو الأراضي الإيرانية واستهداف القنصلية لإعطاء نصر إعلامي لا أكثر، وهي تعلم عواقب هذه الضربة، وهي تريد أن تقحم واشنطن في الصراع، لأن لم تتج شيئا في على أرض المعركة، فلا بأس من دخول واشنطن إلى أرض المعركة وأن تحارب دولة أخرى، فهنا تذهب قضية غزة وقضية أهداف غزة أهداف حرب غزة ستذهب ولا أحد يسمع فيها. لذلك الرد كان من طرف إيران هو رد قانوني 100%، ليس هناك أي خلاف عليه، ولكن الرد هو شيء يعني حصل لأول مرة في التاريخ الحديث، يعني أول مرة دولة تجاوب على إسرائيل في المثل وتقصف أراضيها بدون ما يسمى مواجهة مباشرة أو يكون هناك حرب. يعني نعلم جيدا أن إيران عندما قامت بقصف
اسرائيل البارحه واستهدافها، هي استهدفتها فقط بالطائرات المسيره وصواريخ كروز، يعني فعليا هي لا تريد ايذاء اسرائيل كثيرا في هذه الرد. يعني ارادت، وهذا يتجسد ربما فيما اكدته طهران بان الرد كان يستهدف او استهدف مركزا استخباراتيا بالجولان وكذلك قاعدة نفاتيم الجوية التي تقوم أن التي تقول بأن الكيان استخدمها في هجومه على سفارة طهران في دمشق. الرابعة طبعا هذا الرد محدود كان، وبرأيي كان مدروس، يعني أنا برأيي كان مدروس مع حلفاء الاستراتيجيين. يعني خلينا نكون واقعيين، إيران ليست لوحدها على أرض المعركة، لديها حلفاء، ونذكر هنا لا بأس أن نذكر روسيا والصين وأيضا دول أخرى تحالفها الآن إيران، وهي حليف استراتيجي، حليف استراتيجي مع هذه الدول، وتم دراسة الأهداف وما هي الدقة في الأهداف، وبالإضافة حتى لا يحصل هناك تصعيد، لأن المعركة الآن الجارية في غزة تجري في مصلحة إيران وأيضا في مصلحة الشعب الفلسطيني، لأن إسرائيل أصبحت يائسة من تحقيق أهداف المعركة. لذلك صعدت إيران بشكل كبير، يمكن بالفعل أن تدخل واشنطن إلى ساحة المعركة، وبالفعل يمكن أن يعني تذهب يعني تذهب محاولة الفلسطينيين لإعادة الملف الفلسطيني، تذهب كما يقول بلا عودة. لذلك إيران كانت دقيقة جدا، وبالإضافة أن كانت الضربة مدروسة، وبالإضافة أن كانت لديها الجرأة الكافية، يعني هذه الكمية من الطائرات المسيرة أو والصواريخ المجنحة، صحيح هي لم تؤدي بأذى كبير لإسرائيل، ولكن كلفت حلفاء إسرائيل، وهناك دول كثيرة من حلفاء إسرائيل كما رأينا، وخصوصا هناك بعض الدول العربية للأسف الشديد قاموا بإنزال هذه الطائرات، كلفت حسب التقديرات معهد هوبكنز اليوم ومعهد رأس الحروب حوالي 1.2 مليار دولار، يعني إنزال من صواريخ دفاع جوي ومحاولات وتشغيل آليات العسكرية حوالي 1.2 مليار دولار. طيب. يعني هي دخلت ضمن حرب الاستنزاف التي أعلنتها محور المقاومة المانعة ضد الكيان الصهيوني. سنتحدث عن هذا. نعم سنتحدث عن هذا. أعود إليك مجددا جمال خليل. إذن في الأخير هو رد دقيق ومدروس لنقاط محددة استهدفت بها طهران الكيان الصهيوني، نقاط تم استخدامها من طرف الكيان للهجوم على سفارة طهران في دمشق، وأنت تحدثت بأن الكيان من خلال هذا الرد، من خلال تفاعل الكيان مع الرد الإيراني، يؤكد أنه دون حماية غربية لا يمكن أن يحمي نفسه بنفسه. كيف ترى هذه الثنائية؟ لا شك أن المحاولات الجارية في الإقليم ومنذ ترامب، نتذكر جيدا صفقة القرن تفاهمة إبراهام، وكان الهدف هو أن تكون دولة الكيان الإسرائيلي دولة قضائية في المنطقة، حيث كان التضليل الدائم والإعلام أن القوة التي لا تقهر والجيش السوبرمان والمناعة الأمنية وكل أشكال الحماية، وبالتالي كان أحيانا تخويف للمنطقة من هذا الكيان، وبالتالي هذا الموضوع الذي جرى بالأمس وبسبعة أكتوبر أثبت بالملموس أن لا، هذا الجيش يمكن أن يهزم، هذه الدولة ممكن أن تحاسب، هذه الدولة ممكن أن تعاقب، وبالتالي جاء هذا الرد المدروس والدقيق. وبالمناسبة كما أعلن يعني عملية غير مباغة وغير مفاجأة، بالعكس تماما، كان هناك إعلان واضح وإبلاغ مسبق أن هناك رد إيراني، وحتى بالوسائط التي تم تسييرها باتجاه أراضينا المحتلة، وتحديدا حددت وكان واضحا ودقيق أن هناك استهداف بشكل أساسي للمركز الاستخباراتي في الجولان والمطار الذي انطلقت منه الطائرات التي قصفت القنصليه في دمشق. وبالتالي الايراني كما اسلفنا كان يهدف الى تحديد مساله اساسيه، وبالمناسبه ايضا كان هناك حرص ان يكون رد ايراني ومن الاراضي الايرانيه وليست من اي اراضي اخرى، اي بمعنى اننا كدوله ايران في هذه المواجهه المحتدمه في ظل
الاعتداءات الدائمة لهذا الكيان على مواقع ومستشارين ورموز وتخريب في إيران، نستطيع أن نردع أو نستطيع أن نقاوم أو نستطيع أن نهاجم، وبالتالي على العالم أن ينظر إلى هذه المسألة بعين الاعتبار، وبالتالي أن يسلك المسلك السليم في محاولة لجم هذا الكيان المتفلت من عقاله من كل قانون في العالم ولا يلتزم بأي مواثيق أو قوانين أو قرارات دولية. والآن نسمع أصوات غريبة عجيبة، على سبيل المثال بن جفير يطالب برد مجنون، هذا عضو في الحكم الإسرائيلي، وزير يطالب برد مجنون، أي بمعنى هذا الاحتلال الإجرامي المتمادي في عدوانه في فلسطين وغير فلسطين يحتاج إلى وسيلة رابعة تؤدي حكما إلى حالة إلجامه والتزامه بالقانون الدولي والقانون الإسلامي. نعم. يلتحق بنا الآن من باريس المحلل السياسي محمد بن خروف، أهلا وسهلا بكم. مرحبا بك سيد الكريم وبالمشاهدين الكرام. طيب، بداية كيف تابعتم الرد الإيراني على استهداف الكيان الصهيوني لسفارة طهران في دمشق، وأيضا في أي خندق يضع هذا الرد الكيان الصهيوني بالنظر إلى التطورات المتسارعة ساعة بساعة؟ شكرا لك أستاذ. إضافة على ما قاله الأستاذ الكرام، يجب أن ندرك جيدا بأن الرد الإيراني لم يأتي من العدم، بل أتى من عدة قصفات إسرائيلية واستهدافات إسرائيلية لمواقع إيرانية محددة ومضبوطة. والقصف القنصلية الإيرانية في سوريا هو إلى آخر هذه المعركة، هو إلى آخر التضاربات التي تريد إسرائيل بحقيقتها إفهام إيران قوة فيها العدوان الذي نعم تفضل. قلت إسرائيل تريد أن تقحم إيران بأي صورة في هذا النزاع. لماذا؟ لأنها ترى بأنها قد خسرت الحرب في غزة، خسرتها لعدة عوامل، خسرتها عسكريا وخسرتها ماليا وخسرت النفوذ الذي كانت تعتمد عليه من حلفائها، وخسرتها من حيث التعداد الوقت 6 أشهر، وخسرتها من حيث التعداد العسكري الجنود الإسرائيليين أو المرتزقة. وبالتالي على نتنياهو أن يجد مخرجا وحلا ولو انتصار طفيف، ولم يستطع أن يحصل على هذا الانتصار. وكيف يحول هذه الحرب التي كانت موجهة في غزة إلى ربما مؤشرات حرب عالمية ثالثة؟ ومؤشرات الحرب العالمية الثالثة دعوني أقولها بصراحة أنها بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، حينما كانوا يصفون فيها الحرب الباردة. الحرب الباردة ما هي إلا طريقة دامت، أو يعني حرب كانت دائم بين القطبين الشرقي والغربي، ده طالع أمدها أكثر من عقدين من الزمن، ثم تحطم، أو الهدف هو تحطيم الاتحاد السوفيتي الذي كان يشكل مع الصين جمهورية الصين الشرقي ودول عدم الانحياز. وبالتالي أصبح اليوم الدولة الوحيدة التي تقع على عاتق، يعني التي تريد إسرائيل أن تمحيها وتشتركها في الحرب، وهي أيضا دولة تشترك مع الحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كل هذه الدول تريد أن تدخل في نزاع مع إيران تحت غطاء ما يسمى أنها لا تريد في إيران أن تخصب اليورانيوم للحصول على القنبلة النووية. وحتى التخصيب لأغراض سياسية قام هذا يعني منذ أكثر من 3 عقود من الزمن، ووكالة دولية للطاقة النووية والمراقبات وما إلى ذلك، ولم يجد شيء. لكن بالرغم من ذلك أراد إقحام إيران، لأن إيران قوة جهوية في هذه المنطقة، في منطقة الشرق الأوسط، وعليهم التعامل معه. وبالتالي إيران لم ترد، يعني منذ المهلة الأولى حينما احتلت إسرائيل بقنابل مسيرة الخبراء الإيرانيين المختصين في الطاقة وفي النووي، وآخرها إذا قررت إيران
بأن لا تسكت عن هذا وأن تعرف كيف ترد ومتى ترد وما استهدافها لهذا المركز الاستخباري في الجولان، ما هو إلا انطلاقة لعملية متكاملة وأيضا طويلة المدى للرد على إسرائيل، خاصة أن هناك المساحة التي يمكن أن تلعب فيها إيران هي مراقبة المحيط الهادئ، مراقبة المضيق أو المياه الإقليمية الإيرانية والمياه الإقليمية البحرية والمياه اليمنية والمعابر التي تسمح لإسرائيل أو تسمح بتمويل إسرائيل، كل هذا يقع الآن تحت تصرف إيران، وبالتالي فأعتقد أن إسرائيل تريد من خلال هذا أن تقحم إيران في هذه الحرب التي تقيمها على غزة، والتي أصبح الحلفاء يتخلون عن إسرائيل تدريجيا جزءا فجزءا. وآخر هذه يعني التصريحات، تصريحات بايدن في 48 ساعة الأخيرة شديدة البهجة لنتنياهو بأنه سوف يجب عليه أو هو مجبر على تغيير خطة الحرب، وإلا فإن الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء هم الآن يدفعون الثمن أكثر من إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية تدفع ثمن ضغط الشارع الأمريكي عليها، تدفع ثمن أيضا الانهيار الاقتصادي الأمريكي، تدفع ثمن تراجع الهيمنة الأمريكية في العالم. لماذا؟ لأن أمريكا كانت تسوق دائما صورة البلد الذي يراعي حقوق الإنسان ويراعي الديمقراطيات واحترام والحريات كذلك، وأصبح ذلك كله أغنية كاذبة أو سلبية كاذبة لا يمكن لأحد أن تصدقها. وبالتالي أصبح هذا العالم الغربي فرضا، بعد أن كان في فترة من الفترات مضى في هذا العالم الغربي كان هو يريد أن يتخلص من الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة الاتحاد الأوروبي، وهناك دول كانت تنادي داخل الاتحاد الأوروبي من التخلص من الهيمنة الأمريكية. واضح، اتضحت الصورة. نعم، دعني أنقل جدا دعني أنقل النقاش أيضا إلى ضيوفي وضيفي من موسكو الكاتب والمحلل السياسي محمود الأفندي. هو في الأخير قد يكون ردا دقيقا ومدروسا، لكن في المقابل قد يكون انطلاقة نحو عملية متكاملة. هل يمكن برأيك أن يمهد هذا الرد نحو ردود أخرى أوسع وأشمل برأيك؟ قبل ما أجاوب على سؤالك، هو جدا سؤال مهم جدا، ولكن أحب أعقب على كلام الضيف الكريم من الجزائر. يعني هناك أمر مهم جدا يجب أن لا ندخل أن إسرائيل يمكن أن تخسر أمريكا حاليا. أمريكا بعد عام 67، بعد حرب 67، ضمت إسرائيل كولاية رقم 51، ففعليا إسرائيل هي ضمن الولايات المتحدة الأمريكية، وسياسة الولايات المتحدة الأمريكية كلها تحمي إسرائيل، ومن سابع المستحيلات ومن أكثر مستحيلات أن تستغني أمريكا عن إسرائيل. هذا أمر مهم جدا، لذلك دائما أمريكا هي حامية لإسرائيل أولا، لأنه هي عن طريقها تؤثر وتهيمن على الشرق الأوسط. فنقول يمكن أن تخسر إسرائيل حليفها، هذا أمر برأيي مستحيل مع احترامي للضيف الكريم الموجود، ولكن يجب أن لا ندخل فيما يسمى يعني أمنيات غير متحققة، يعني أحلام اليقظة أن أسميها. بالنسبة لسؤالك سيد الكريم، هذا الرد هو رد على عملية معينة قامت فيها، الرد اكتمل الآن بالانتظار إلى ردود أخرى. ولكن هذا الرد ماذا أعطى؟ أعطى مرحلة انتقالية، يعني نعلم جيدا نحن في مرحلة انتقالية لعالم متعدد الأقطاب. يعني بهذا الرد انضمت إيران وأعلنت عن نفسها كقطب قادم، لأن أول بلد واجهت الولايات المتحدة الأمريكية، هذا أمر مهم جدا، لا أقول مواجهة إسرائيل، لأنه كما قلت لك إسرائيل هي ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية. طيب واضح. وحين يقول الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه أعلم نتنياهو رفض واشنطن لأي هجوم على إيران خلال الساعات القادمة، هل يقرأ هذا أن واشنطن بطريقة ما متخوفة من انتقال المشهد نحو حرب إقليمية واسعة إذا ما رد الكيان على طهران برأيك؟ سيد الكريم، خلينا نكون واقعيين، أمريكا الآن ليست لديها القدرة لخوض حرب مع إيران لعدة أسباب كثيرة. هناك أسلحة جديدة، وزارة الآن ليست لديها دواء
يعني على سبيل المثال المسيرات هي اعطت صدى او اعطت صداع للدول الكبيره حتى ضمنها روسيا لايجاد ما يسمى منظومات دفاع جوي رخيصه لنوعا ما لاستهداف هذه الطائرات الرخيصه. لذلك الحرب مكلفه جدا، والولايات المتحده الامريكيه ليست الصناعه الذخيره والصناعه العسكريه بعد الدعم الاوكراني اصبحت غير قادره على خوض حرب مع ايران. لذلك طلبت الولايات المتحده الامريكيه من اسرائيل بعدم الرد، ولكن بايدن عندما صرح او هدد، خلينا نكون واقعيين، هدد ايران بعدم الرد او بعدم الرد، ايران ردت. يعني دلوقتي اصبح الان لا احد خائف من امريكا، هذا امر مهم جدا. طيب. لذلك امريكا الان هي التي تراجعت، ان نقول يمكن ان تكبر الى حرب اقليميه، كيف ستكون حرب اقليميه؟ من سيشارك فيها؟ يعني انظر سيدي الكريم، انظر الى عمليه، ومن الخاسر الاكبر ايضا؟ هذا السؤال الذي يتبادر ايضا، من الخاسر الاكبر في حين توسع الحرب الى حرب اقليميه اوسع؟ طبعا يعني خلينا نقول انظر الى يعني عارفين بروفا تحصل الان بالحرب الامريكيه، هي عمليه حرس الازدهار ضد الحوثيين في اليمن، هي اعطت النتائج. فتصور ان تحارب ايران، ماذا سيحصل لك؟ يعني الحوثيين لا يملكوا ولا واحد بالالف ما تملكه ايران من عتاد بشري وعتاد عسكري وما يسمى ذخيره. فكيف حتى الان لم يعطوا اي نتيجه في مع الحوثيين، فكيف تريد ان يعطوا نتيجه الان مع الايرانيين؟ لذلك العمليه كما قلت جريئه وهي محدوده، وهي مرحلة انتقالية. أصبحت الآن إيران عن طريق، إذا إسرائيل ردت الآن وردت أراضي إيرانية، هذا الوقت سترد إيران أكثر. ولكن أن نقول ستشعل حرب بين إسرائيل وإيران، هذا أمر مستحيل. واضح تماما، المسافة الجغرافية بعيدة جدا. حرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، أنا برأيي أمر مستحيل، لأنه إيران جاهز الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية. أنا في رأيي غزة الحرب ليس لديها العتاد العسكري لمحاربة إيران أو المواجهة إيران. طيب جمال خليل، منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي كان باديا وفق مراقبين وأيضا محللين بأن الكيان حين زج بنفسه في قطاع غزة كان يخشى أن تتوسع الحرب خارج قطاع غزة نحو جبهات قتال أخرى وأنت تتواجد بجنوب لبنان. تفاعل الكيان المتأخر، إن لم يكن هناك تفاعل بالأصل مع الرد الإيراني، كيف ترى وتقيم تفاعل الكيان مع الرد الإيراني خلال هذه الساعات؟ وأيضا كيف ترى في المقابل تنبيه نتنياهو بأن لا يقوم بأي رد تجاه طهران؟ لا شك كما معلوم ان الذي جرى في فلسطين وفي غزه اثبت بالملموس فشل هذا الجيش الاسرائيلي في تحقيق اي هدف من اهدافه، وبالتالي الان يعيش ازمه حقيقيه ان كانت البنيه الامنيه او السياسيه او العسكريه. وان اتذكر جيدا الجموع هذه الحكومه اليمينيه باتجاهات انه توسيع رقعة الحرب باتجاه الشمال، وكان الهدف منها كما هو معروف، والان يجري ذلك محاولة استجرار موقف امريكي مساند لهذا الكيان كي تنقرض الولايات المتحدة الامريكية وحلفائها الغربيين في الحرب الدائرة. اي بمعنى اخر ان اسرائيل تحاول والان تحاول وحاولت الان وكان جليا الدعم الامريكي والبريطاني والفرنسي المباشر في مواجهه ما اطلق من ايران، وبالتالي الكيان الصهيوني الان يحاول بشتى السبل، ونتيجه الفشل الذريع ان كان في المواجهه مع فلسطين او في مواجهه ما جرى بالامس واحتمالات المستقبليه لما يمكن ان يجري، يحاول ان يجر الولايات المتحده الامريكيه لتكون الى جانبه في اي مقامره مجنونه ممكن ان يقوم بها. وبالتالي نرى ان بايدن لا يحاول الضغط باتجاه ضبط النفس، حيث ان اذا تفلتت الامور وليس فقط كما تحدث ضيفك الكريم مع من الحرب الان قائمه وعلى كل المستويات وفي كل الاقليم، ان كان من لبنان، من سوريا، من العراق، من اليمن، في فلسطين، في الضفه،
والى اخره. وبالتالي اذا دخل العامل الايراني الان بشكل مباشر الى تمام الكيان الصهيوني واقدم على خطوه غير محسوبه ومجنونه، بالتاكيد ستنحرف الامور من عقالها وستكون مواجهه شامله كامله في كل الاقليم. وبالتالي هذا مما يسعد، وبالتاكيد الان كما هو معلوم لاول مره بالتاريخ الكيان الصهيوني يدعو مجلس الامن للانعقاد، وهذه صادقه غريبه عجيبه. وبالتالي ما يمكن ان يتخذه الان مجلس الامن من قرارات، ولنتذكر جيدا حتى من بدء العمليه سارعت بريطانيا وسارعت فرنسا الى ادانه الخطوه الايرانيه، والكيان الصهيوني منذ 7 أشهر يقتل في الفلسطينيين، لم نسمع ادانه واحده منهم لهذا الكيان. وبالتالي الاحتمالات مفتوحه، وهذا حقيقه مرتبط في مدى الجنون الاسرائيلي المحتمل في الرد على الخطوه الايرانيه اليوم. ضيوفي الكرام ابقوا معي مشاهدينا الكرام، سنعود لنقاش مجددا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مجددا إلى هذه التغطية الخاصة والمتواصلة المتعلقة بالرد الإيراني على استهداف الكيان الصهيوني لسفارة طهران في دمشق، ومعي ضيوف أكارم من موسكو، محمود الأفندي الكاتب والمحلل السياسي، وكذلك معي جمال خليل القيادي في جبهة النضال الفلسطيني من جنوب لبنان، وكذلك محمد بن خروف المحلل السياسي من باريس. وأكمل النقاش مع ضيفي محمد بن خروف من باريس. حين يدعو بايدن مجموعة السبع إلى رد سياسي وليس عسكري، يقول رد سياسي على إيران، وقبلها يدعو الكيان إلى عدم الرد على طهران، هل يمكن قراءة هذا بأن الولايات المتحدة تدفع نحو التهدئة بدل ربما إطالة أمد الحرب وتطوير الرد من سياسي إلى عسكري برأيك، أو من عسكري إلى سياسي برأيك؟ نعم، شكرا. هذا هو السؤال المطلوب بالضبط. لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية قد استنزفت قواتها تقريبا كليا لمساعدة إسرائيل، مساعدة عمياء في حربها ضد غزة، واعتقدت أن الولايات المتحدة الأمريكية بمساندة هذه غزة قد فتحت باب على المشروع النهائي الذي كان يتحدث عنه كثيرا نتنياهو، والذي بدأ بالتفكير فيه وبنايته في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا حتى طبعا كريم سي، الولايات المتحدة الأمريكية اليوم لا تريد أو ليس لها المقومات أن تدخل في حرب مع أي كان. الولايات المتحدة الأمريكية حتى في هذه الفترة استطاعت إقناعهم. لماذا؟ نعم تفضل. نعم، قلت الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع حتى إقناع حلفائها للإجابة أو للجواب أو للرد على إيران وإيجاد حل لتهدئة الوضع مع إيران، خاصة لا هو لا في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية، ولا هو في مصلحة إسرائيل، ولا هو في مصلحة الاتحاد الأوروبي أو ما يسمى في الأوتان أو الناتو، أو أيضا مصلحة الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي لن تدخل ولن تريد أن تدخل في حرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، لأن لها أولويات يعني قبل هذه الحرب. ويخفى على العامل الثاني وهو العامل السياسي. العالم يتحول بسرعه، وهناك تكتلات عالميه جديده. قد هذه التكتل الجديد من البريكس ومن التكتل سوف تعلن وسوف تظهر في الحياه وسوف تقوى، هذا تضعف او يضعف كثيرا
التكتل الغربي لاتحاد القطب الذي كان يعتمد اساسا على الولايات المتحده الامريكيه وعلى حكمتها وعقولها في الاتحاد الاوروبي. اليوم كل هذا اصبح يعاني معاناه كبيره جدا، وبالتالي فليس في مصلحه اوروبا او في مصلحه الولايات المتحده الامريكيه ان تدخل في حرب سواء حرب بارده او ساخنه مع ايران. اسرائيل فتحت على نفسها الجبهه العراقيه، فتحت الجبهه الشماليه في جنوب لبنان، فتحت ايضا على نفسها الجبهه اليمنيه. تريد اسرائيل ان تبرر للعالم بانها دائما في ثوب الضحيه وانها هي التي تدافع عن وليست في تهاجم. طيب. يعني اليوم اصبح الاعلام كله بعد ان صدق تلك السرديه الاسرائيليه الصهيونيه التي روج لها نتنياهو والاعلام الاسرائيلي كما روج لها الاعلام الغربي تقريبا كله طيله على الاقل 3 أشهر حتى بدات يعني الحقائق تظهر من عين المكان، من قنوات موجوده في عين المكان، وتظهر انهم الاطفال هم المستهدفين والنساء هن المستهدفات، وانه لا مقاومه او لا قضاء على حماس كما يذكر نتنياهو، ولا يعني احد اهداف حققت لا تحرير اسرى اسرائيليين. سنتحدث عن هذا محمد بن حروف. كله نتنياهو له مشروع ولد من هذا المشروع ويريد ان ينهي هذا المشروع. طيب. وهو إبادة الشعب الفلسطيني كله واحتلال كل شبر من فلسطين، وبالتالي ينتقل الى تهويد هذا الوطن حسب مشروعه او المشروع الذي كان يتبناه والده قبله. وبالتالي فامريكا اليوم اصبحت مجبره على ايجاد حل كيف تتعامل مع اسرائيل وتوقف اسرائيل في هذا العدوان، لان واضح تماما اسرائيل الان تذهب في سياسه انتحار الى الامام، ليس فقط نتنياهو انما يجلب معه كل الولايات المتحده الامريكيه وكل الاتحاد الاوروبي، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي هي مقبلة على رئاسيات قريبا جدا، وهذه مرحلة حاسمة، والمرشح بايدن فقد الكثير من حتى الذين يقومون بحملته الانتخابية، وبالتالي فهو يدرك إن استمر في هذه السياسة فسوف يخسر الرئاسيات مسبقا. طيب تماما. محمود الأفندي، أعود إليك. في المقابل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي توعد برد وصفه بالثقيل على ما سماه أي مغامرة جديدة من الكيان تستهدف مصالح طهران. في أي سياق نقرأ هذا التصريح من الرئيس الإيراني بعد الرد على الكيان؟ طبعا التصريح واضح 100%، يعني الرد سيكون ثقيل باستعمال الصواريخ الحاملة للمتفجرات بكميات كبيرة. يعني البارحة استخدام حوالي 120-130 طائرة مسيرة، الطائرة المسيرة تحمل حوالي 10 أو 15 كيلوغرام متفجرات. صواريخ الكروز هي بطيئة لا تحمل أكثر من 70-100 كيلو من المتفجرات، لذلك حتى لو وصلت إلى أهدافها الضرر سيكون قليل. هنا الرسالة واضحة، أنا أستطيع أن أخترق أو أضرب من الأراضي الإيرانية في حال إذا تمت مغامرة أخرى من طرف إسرائيل. يعني تعلم إبراهيم رئيسي والحكومة الإيرانية هي يعني لا ننسى أن إيران هي كانت إمبراطورية ولديها خبرة سياسية هائلة وعقلاء سياسيين. رئيسي يخاطب الولايات المتحدة الأمريكية ولا يخاطب إسرائيل، لأنه يعلم جيدا أن قرار الضرب بكل شيء يخرج من الدولة العميقة في الولايات المتحدة الأمريكية، فيقول هو الولايات المتحدة الأمريكية أي مغامرة من طرفكم ضدنا سنبدأ بالرد الثقيل، يعني يمكن أن تستهدف بعد ذلك حتى القواعد الأمريكية الموجودة في المنطقة التي هي تقريبا مفتوحة بالنسبة إلى آراء إيران وأقرب من إسرائيل. هذا الاختلاف لذلك إبراهيم رئيسي كان واضح، الآن وضع حد لأي مغامرة مستقبلية، إذا أرادوا أن يجربوا فليجربوا، هذا شيء يعني عن جد. وهنا أمر يجب أن نفهم، الولايات المتحدة دائما أنا أرفض بشكل يعني أنا أرفض، لا أتفق أن الولايات المتحدة الأمريكية نربطها باسم رئيس جو بايدن. أنا برأيي ترامب أسوأ بكثير من جو بايدن بالنسبة للقضية الفلسطينية وقضية العرب مع إسرائيل، ونعلم أن ترامب هو فعليا من نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس. بالإضافة أن نربط أيضا تصرفات إسرائيل بنتنياهو. خلينا نكون واقعيين، كل يعني تصور بين معارضه نتنياهو، اي
يعني يعيب لعيب اكثر صهيونيه بعشر مرات من نتنياهو وبالغفير ايضا. ها هي المعارضه لنتنياهو. فتصور نحن نتكلم مع حكومه صهيونيه مقادم من الولايات المتحده الامريكيه بدوله عميقه، واعترف جو بايدن انا افتخر بصهيونيتي مع انه هو غير يهودي يعني. ونعلم جيدا عندما زار بلينكن اول زياره بعد 7 اكتوبر قال انا يهودي. يعني هذا يعني ان هناك امر مهم جدا، يجب ان لا نربط بين اشخاص ونقول الشخص ومشروعه. المشروع الصهيوني ليس مرتبط لا بنتنياهو ولا بابو نتنياهو. المشروع الصهيوني وجد من وقت ما وجد اسرائيل في المنطقه. فيروح نتنياهو ويجي غير نتنياهو، هذا الشيء يصير. لذلك بالرئيسي يخاطب كل من وراء اسرائيل، ان كانت المملكه المتحده، حتى الدول، بعض الدول العربيه على فكره. يعني الم ترى البارحه للاسف الشديد هناك بعض الدول العربيه تدخلت واسقطت الطائرات المسيره. يعني هذا امر مهم جدا. هنا قال كل من يساعد اسرائيل ساستهدفه. اعلن هذا الكلام وسيكون بالرد ثقيل اثقل بكثير من استهداف طيب. الشيء السلاح الاكثر فتكا ولدى ايران على سبيل المثال الكثير. يعني الان خلينا نكون واقعيين، هذا الشيء تعلمه الولايات المتحده الامريكيه، المخابرات العسكريه الامريكيه والسي اي اي لا تلعب، لديها معلومات عن الترسانة القويه لدى ايران. هي تعلم كل هذا الجانب من النقاش مع جمال خليل. حين يتوعد رئيسي برد ثقيل في حال عمد الكيان إلى مغامرة جديدة، ما الرسائل التي يبعث بها إلى الكيان وإلى أطراف أخرى أيضا؟ كما سمعنا بتصريحات القادة الإيرانيين، حددوا بوضوح بأنهم ليسوا مع توسيع رقعة الاشتباك، وبالتالي هذه العملية هي رد ورد كما تحدثنا حكيم موزون مدروس. الهدف منه الرد على استهداف أراضي إيرانية. أعتقد الآن العالم غير ما كان قبل 7 أكتوبر، وبالتالي أيضا الإيراني والإقليم يتمتعون بالحكمة والوعي والدراية والدراسة لكل المتغيرات. أي أن العالم الآن ونتيجة الانحياز بكل الاستطلاعات للرأي العام العالمي نحو الرواية الفلسطينية والمظلومية الفلسطينية، وبالتالي الوقوف إلى جانب العدوان الإسرائيلي تحت شعار أنه هي هذه الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة أصبح مشكوكا به وإعادة النظر به، واستطلاعات الرأي تنخفض بالتأييد للكيان الصهيوني. وبالتالي بكلا الحالتين، ان كانت الاداره الامريكيه الحاليه او السابقه او اللاحقه كما تحدث زميلنا، هي اداره امريكيه، اداره امريكيه لا فرق بين جمهوري وديمقراطي، جميعهم يتمتعون بالحس الكامل بان امن اسرائيل هو الاولويه، وبالتالي الحفاظ على امن اسرائيل هو ديدن الاداره الامريكيه. الان الحديث الجدي انه هل تستطيع اسرائيل هذا الكيان ان يتحمل عدم الرد وما هي الاحتمالات؟ كما هو معروف ان هناك موقف صارم ومحدد، اذا الكيان الصهيوني اقدم على المغامره سيكون هناك رد، وبالتالي هذا الرد حجمه وكيفيته وبالتاكيد لن يكون معلنا كما جرى بالامس، ستكون عمليه مختلفه تماما إن كان بالشكل وبالأسلوب والتوقيت والأهداف، وبالتالي ممكن أن تجر الإقليم إلى حرب مفتوحة. هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية الآن في ظل الوضع والمتغيرات، في ظل تنامي التوجه نحو تعدد الأقطاب بالعالم، في ظل تنامي موضوع دول البريكس، في كل المسائل والمتغيرات بالعالم، هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وفي ظل الانتخابات الحالية أن تقدم على تشجيع إسرائيل أو المشاركة مع إسرائيل في حرب ضمن الإقليم؟ نعتقد أن طيب اتضحت الصورة، غير واردة الآن في المشروع الأمريكي. بالتالي كانت رسالة بايدن لنتنياهو بضبط النفس وعدم توسيع رقعة
وانتشار الربو. أعود إليك وقبل أن أنتقل إليك محمد بن خروف، أعود إليك مجددا محمود الأفندي من موسكو، وأختم معك بسؤال أخير. كيف ترى التبعات وتطورات خلال الساعات القادمة، سواء فيما تعلق بالكيان طهران والأطراف الأخرى الفاعلة في المنطقة؟ طبعا الآن في حالة انتظار. هذا الشيء، إسرائيل الآن حتى الآن لم تقرر هل سترد وما هو الرد، وهل الرد سيكون على أراضي إيرانية. نعلم جيدا أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت مثل ما بيقولوا يعني حتى وضعت فيتو على ضرب إيران الآن، لأن كما قلت الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة للاشتباك مع إيران في الوقت الحالي وفي هذا الزمن. يمكن بعد 10 سنين وخمس سنين يمكن الولايات المتحدة الأمريكية تشتبك مع إيران، ولكن ليس الآن. هذا أمر مهم جدا. بالإضافة أن نعلم جيدا أن إسرائيل أصبحت في موقف حرج، يعني فعليا الذي قام فيه امبارح إيران هو نوع ما يسميه بالبرزنتيشن، يعني كعرض قبل، مثل عرض ما يسميه برومو قبل المسرحية أو قبل الفيلم. هناك برومو للفيلم، كان امبارح برومو، يعني أعلنت إيران عن بداية استهداف إسرائيل وعرضت ما هي الأسلحة التي استخدمتها. الآن ستختلف الأمور، لذلك ذلك إيران تعلم، الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تعلم ذلك جيدا. أنا في رأيي توقعاتي وليس أكثر، أن إسرائيل ستماطل في الرد لبضعة أيام حتى تحصل على هدف خارج الأراضي الإيرانية، ولن تكون سفارة أو قنصلية، يمكن أن تكون ل بعض جمع بعض المعلومات الغرية عن حرس الثورة الإيراني وما يسمى وجودهم في لبنان وسوريا ويتم استهدافهم. هذا سيكون ستعبره إسرائيل، هذا هو الرد، لأن فعليا الولايات المتحدة الأمريكية عطت رسالة واضحة اليوم، هي لا تريد الآن الصراع، ولا ليس من صالحها ولا من ما يسمى ليس لديها القدرات العسكرية. خلينا نكون واقعيين، نرى جيدا المتحدة الأمريكية تعلم جيدا أن المغامرة العسكرية الآن يمكن أن تنهي هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية على كل الكرة الأرضية، هذا تعلمه الدولة العميقة جيدا وبشكل كامل. هو كان عملية تخويف، إيران لم تخاف، لذلك الأمور تعود إلى النقطة الأساسية، هل سنحارب إيران؟ هل سنشعل الحرب مع إيران أم لا؟ هذه التساؤلات نحاول الإجابة عليها مع ضيوفي الكرام المتبقين معنا، محمود الأفندي الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل ما أفدت به خلال هذه التغطية، كنت معنا مباشرة عبر سكايب من العاصمة الروسية موسكو، شكرا جزيلا لك. شكرا. أعود إليك محمد بن خروف المحلل السياسي من باريس، كذلك إضافة إلى توعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي برد ثقيل على أي مغامرة من طرف الكيان، هناك أيضا استدعاء لسفراء 3 دول، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وهي الدول التي سارعت خلال الوهلة الأولى من الرد الإيراني لإدانة هذا الرد. في أي سياق تقرأ هذه الخطوة، استدعاء سفراء 3 دول إضافة إلى توعد الرئيس الإيراني برد أكثر قوة مما سبق؟ شكرا. أريد فقط أن أؤكد بأن إيران تدرك هذا جيدا وتدرك المخاطر التي تحدث بها، وهذا منذ عقود، منذ أن بدأت تفكر في صناعة نووية وبدأ الغرب يقلقها عميقة جدا، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، والحد كان كله وراء الولايات المتحدة الأمريكية لأجل تكسير إيران وعدم سكنها بتقدم في الصناعة النووية أو حتى القنبلة الذرية. هذا كل ما في الأمر. تعاونت إيران الوكالة الدولية وكان تعاون عبر مراحل، وتدرك إيران بأنها دائما مستهدفة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية لأنها تقلق كثيرا في هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية عبر ممثلها الرسمي الوحيد وهو إسرائيل ومدللها الذي يحمي المنطقة
الذي يفتح لها ابواب هذه الفتحه كلها بتنفيذ المشروع الامريكي الصهيوني. اقول التقسيم المنطقه العربي وهذه الدول العربيه التي تريد ان تجابه الولايات المتحده الامريكيه وتجابه اي مشروع استعماري جديد. هذه الناحيه. من الناحيه الثانيه ان ايران كان دائما مجابهه دائمه مع هذه الدول التي تمثلها او بالاخص من الاتحاد الاوروبي التي تسكن اساسا من كان بريطانيا المانيا فرنسا وهذه الدول التي تشكل غالب يعني ثقل الاتحاد. أعتذر منك محمد بن خروف، لا يصلنا صوتك بالجودة اللازمة، سنعود التواصل معك مجددا. أعود إليك جمال خليل من جنوب لبنان. نتوقف أيضا عند العبارة التي جاءت على لسان إبراهيم رئيسي، مغامرة جديدة. هذه العبارة تخص الكيان، لكن في المقابل إيران وردها على الكيان، برأيك ما أقدمت عليه طهران؟ هل هو مغامرة محسوبة أم هو رد مدروس التبعات وأيضا التطورات والتفاصيل خلال الساعات القادمة بالنظر إلى كل المواقف المتراصة إلى جانب هذا الرد؟ كما هو معلوم يعني منذ صباح اليوم على سبيل المثال كان في طهران اولا اجتماع مع السفراء الاجانب جميعا، حيث وزير الخارجيه عبد اللهيان ابلغ السفراء رساله واضحه كي وكان يعلم تماما ان هناك دعوه للاستئناف، وايضا الدعوه للسفراء الثلاث الذين ادانوا العمليه الايرانيه كاستدعاء اعتراضي على الموقف المتسرع والغير عادل تجاه هذه المساله. لا شك ان الاحتمالات الان مفتوحه، والاحتمالات ان يكون هناك رد اسرائيلي متفلت وهذا ما لا ترضاه الولايات المتحده الامريكيه، وبالتالي من المحتم ان يكون هناك ايضا رد ايراني غير الذي جرى بالامس، وسيكون بالتاكيد افعل ويسقط خسائر اكثر، وهذا مما تحدثنا ممكن ان يقود الى حرب مفتوحه في الاقليم لا يستطيع لا الأمريكي ولا الإسرائيلي تحمل نتائجها، وبالعكس من المحتمل أن نصل أيضا إلى عتبة استعمال السلاح النووي، وبالتالي لا أرى أن هناك أي طرف من الأطراف يرغب بأن تفتح المعركة على مصراعيها، وبالتالي كما تحدثنا في بداية حديثنا أنه رسالة ردعية ورسالة سياسية. لنعود إلى المسألة الأساسية، جدر المسألة ليس صراعا بين إيران وإسرائيل، جدا المسألة هو الاحتلال الإسرائيلي وعدم نال الشعب الفلسطيني حقوقه، وهو بعد 8 أشهر من حرب إبادة جماعية ممارسة الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، أي كما تحدثنا بدون وصول الفلسطينيين إلى حقوق المشروعة والعادلة والولوج في مسعى سياسي يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، سيستمر الصراع في المنطقة، وبالتالي أعتقد من الاحتمالات المفتوحة أن يكون الآن ثمن عدم رد الكيان الصهيوني على إيران، من الاحتمال أن يكون هناك ثمن سياسي في المشروع السياسي القائم، وبالتالي نحن نعلم أن هناك تجارة بالسياسي أيضا وتقديم منافع ومصالح لحساب على حساب آخر، وبالتالي من الوارد تماما أن يكون، ومن الاحتمالات الثانية أن يكون هناك رد على المواقع الإيرانية في سوريا أو في لبنان، وهذا كمان أيضا متاح ولا يؤدي إلى حرب مفتوحة. الاحتمال الثالث أن تستعمل إسرائيل حسب عادتها الإجرامية أساليب استخبارية تمارس الابتيار أو القتل لإيرانيين وتعتبر أن هذا بعد الهجوم. أما أن تحاول الآن الكيان الصهيوني في ظل الوضع الراهن وفي ظل الظروف القائمة إلى رد على إيران، سيؤدي حتما وبالضرورة إلى رد إيراني أكثر فعالية وأكثر قوة كما عبر الرئيس الإيراني الرئيسي تحديدا اتجاه هذه المسألة. طيب ابقى معي، يلتحق بنا الآن من بغداد الكاتب والمحلل السياسي أحمد الخضر، أهلا وسهلا بك.
طيب سيلتحق بنا بعد قليل، يلتحق بنا مجددا ضيفنا من باريس المحلل السياسي محمد بن خروف. ربما طهران أيضا أكدت في المقابل في مواقفها المتلاحقة بعد الرد على الكيان بأنها لن تتوانى في الدفاع عن مصالحها. هل يمكن الفهم في الأخير بأنها حرب مصالح أم أن الرد كان يجب أن يكون في هذا التوقيت بالذات أولا لرد الاعتبار لطهران وأيضا لدعم الفلسطينيين في القطاع؟ نعم، حرب مصالح موجودة لكنها أيضا حرب وجودية، حرب وجودية لإسرائيل وحرب أيضا وجودية بالنسبة لإيران، لأن إيران تريد أن تخرج من تلك الرقعة التي كانت تتصور بها بإمكانياتها الضخمة وأيضا لحقها حقوقها في أن تصنع حقوق نووية أيضا. ما يخيف الحرب كثيرا، ما يخيف الولايات المتحدة الأمريكية خاصة تركت سوف يعني لا أحد يستطيع أن يعكس في هذه المنطقة، وهذا يصبح خطر جدا على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى القطب الغربي الذي يستثمر قريب أكثر من 50% من الاقتصاد هي من الشرق الأوسط، وبالتالي استطاعت أن يعني تتعامل بحكمة وكيف تعرف فترد ومتى تعرف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتوسطة والتي لم تبدأ من يعني قصف هذه السيارة، بل كانت قبل يعني قتل خبراء إيرانيين في غارات وطائرة كبيرة، ثم أيضا تتهم إيران حينما قصف الحوثيون، تتهم إيران بطريقة غير مباشرة إذا تكون طرف في هذه الأسئلة. واضح تماما. طيب تستعمل حقها في وجودها مع حلفائها من روسيا حليفة تعتبر حليفة لإيران، وأيضا في هذه النقطة بالذات أن روسيا لها أيضا دور في ما حصل في أشكرك. في سوريا. محمد بن خروف المحلل السياسي، أشكرك جزيلا على كل ما أفدت به خلال هذه التغطية المباشرة، كنت معنا مباشرة من باريس، شكرا جزيلا لك. شكرا. طيب أكمل معك النقاش جمال خليل القيادي في جبهة النضال الفلسطيني من جنوب لبنان. الرد الإيراني تم، وما الذي نترقبه بعد هذا حسب تصورك؟ ما يجب وما نترقبه أن يتحرك العالم ومجلس الأمن تحديدا لحفظ السلم والأمن العالميين، وهذا الموضوع يجب أن يكون هناك دعوة عاجلة، ليست الدعوة الإسرائيلية، لاجتماع لمجلس الأمن لمناقشة الأمن والسلم العالميين. وكما تحدثنا أن أساس الإشكالية هو الذي يجري في فلسطين، إن جذر ما يجري في الإقليم هو القضية الفلسطينية، هو حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه العادلة والمشروعة وضمن قرارات الشرعية الدولية التي معترف بها ومنصوص عنها، وبالتالي الشروع، وفورا أولا بوقف إطلاق نار في غزة، إدخال المواد الإنسانية لغزة، بدء الإعمار والولوج في مسار سياسي يؤدي وحكما وبالضرورة إلى إقامة دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني. ثانيا والعالم، هذا مجلس الأمن الذي يجب أن يكون راعيا للسلم والأمن العالمين، الاعتراف وفورا بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة، هذا حق طبيعي ومشروع للشعب الفلسطيني. إذا تم تحقيق هذه المسائل بالتأكيد التوترات في الإقليم ستنتهي، لأن ما جرى ويجري هو فعلا من أسبابه الاحتلال الإسرائيلي، وبدون زوال الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين ستستمر هذه المسائل، وبالتالي نحن
نتوقع وخاصة ضمن الأزمة القائمة الآن التي يعيشها الكيان الصهيوني، وقد أعلنوها بشكل علني وواضح إنهم يخوضون حرب وجود، أي أن الوجود الإسرائيلي هو المهدد، وفي ذات اللحظة هم يمارسون الترانسفير والتهجير للشعب الفلسطيني، معادلة مألوبة وغير واقعية وغير صحيحة، وبالتالي إيصال الشعب الفلسطيني إلى الحق المشروع والعادل هو الكفيل بتهدئة الإقليم ومنع التوترات والنزاعات القائمة. طيب أكمل معك النقاش، ودائما في سياق ما تفضلت به حول ما تعلق بوجود القضية الفلسطينية، وربما نتساءل أين القضية الفلسطينية من هذه المعادلة الحاصلة بعد الرد الإيراني، وكذلك حين تنقل وسائل إعلام صهيونية بأن نتنياهو يدعو وزراء حكومته إلى عدم الإدلاء بأي تصريحات بخصوص الرد الإيراني. ربما كيف نجيب على هذا التساؤل، أين القضية الفلسطينية في خضم كل ما يحدث ويطرأ في المنطقة وأيضا على الصعيد الإقليمي والصعيد الدولي؟ كما تحدثنا، كل هذه النتائج القائمة الآن، كل هذه التوترات القائمة الآن هو سببها استمرار الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين، هو استمرار الحرب الإباتي الجماعية التي تشن على الفلسطينيين، هي نتيجة للقتل اليومي والذبح اليومي والتجويع في غزة، هي نتيجة للحرق للمنازل والآمنين في الضفة الغربية، هي منع المصلين من أداء طقوسهم الدينية والصلاة في المسجد الأقصى، هذه هي الأسباب الحقيقية لما يجري. وبالتالي نتنياهو الآن وكونه يعيش أزمته الخاصة ولا يستطيع أن يواجه التعنت اليميني الفاقع الذي يدعو إلى قتل الفلسطينيين ولا قتل العرب ولا قتل المسلمين، وبالتالي يمنع هذه التصريحات المجنونة المتفلتة كما صرح بن كفير، علينا أن نرد وبطريقة جنونية، وبالتالي يحاول على الأقل أن يحافظ على نوع من التماس والعلاقة، علما أن الغرب أعلن بشكل واضح أنه معني بالدفاع عن إسرائيل وحفاظ على أمن إسرائيل. ما يرغب به نتنياهو من وقف التصريحات هو عدم صدور تصريحات عنصرية فاقعة تؤدي إلى مزيد من تغيير بالرأي العام العالمي، ولكن كل هذه الحكومة القائمة الآن في الكيان الصهيوني هي حكومة فاشية وحكومة قتلة تمارس القتل بشكل يومي. جمال خليل القيادي في جبهة النضال الفلسطيني، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من جنوب لبنان عبر سكايب. مشاهدينا الكرام، تغطيتنا متواصلة بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام إلى هذه التغطية الخاصة والمتواصلة التي تتعلق أساسا بالرد الإيراني على استهداف الكيان الصهيوني لسفارة طهران في دمشق، ونكمل النقاش ومعي من موسكو عبر سكايب مدير وحدة الدراسات في مركز الدراسات العربية الروسية ديمتري بريجع. أهلا وسهلا بك. مرحبا. طيب، نتابع التطورات والتبعات المتلاحقة بعد الرد الإيراني، كيف تبعتم هذا الرد وكيف تبعت أيضا المواقف المتراصة بعد ذلك؟ تحياتي لكم للسادة المشاهدين. أعتقد بكل تأكيد يعني ما يحدث الآن هو التصعيد بين قوى مختلفة، بين قوى المشاريع يمكن حول محور المقاومة والممانعة المتواجد في العراق وسوريا ولبنان
وإسرائيل، يعني الطرف الذي تدعمه الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. وبكل تأكيد هذا التصعيد كان متوقعا أن يحدث بعد استهداف القنصلية الإيرانية في الأراضي السورية. هذا الرد كان متوقعا حتى قبل حدوث هذه الأحداث التي يعني متعلقة بملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، لأن هناك ملفات كثيرة في المنطقة. المنطقة في الأساس هي غير مستقرة، هناك أنظمة غير مستقرة، هناك غير لا يوجد استقرار سياسي لا في سوريا لا في العراق لا في لبنان وحتى في اليمن. فواضح أن ما يحدث الآن هو طبعا رد إيراني على ما فعلته إسرائيل بقنصليتها، هو رد إيراني لمحاولة يعني انتقام من مقتل جنودها وعسكريها في القنصلية الإيرانية في سوريا. وبكل تأكيد أعتقد يعني نرى هناك تصريحات مختلفة الآن، طبعا تصريحات بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية هي داعمة لإسرائيل، ولكن لا يريدون أن يكونوا يواجهوا إيران بشكل مباشر، هم يرفضون مواجهة إيران بشكل مباشر. ولكن واضح أن هناك سياسة داعمة لإسرائيل، على عكس مثلا روسيا التي الآن تنتقد يعني انتقدت استهداف القنصلية الإيرانية في سوريا، و أيضا حتى لم تتعاطف مع إسرائيل في الموقف السياسي وتتعاطف مع القضية الفلسطينية وعلى الفلسطينيين ومع حل الدولتين ووقف إطلاق النار. هذه هي الرؤية الروسية التي تتشاركها أيضا الصين. طيب ابقى معي ديمتري بريجع، سأعود إليك. التحق بنا الآن من دمشق عبر الهاتف الدكتور محمود صالح الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك. طيب سأعود إليك مجددا، أكمل النقاش معك ديمتري بريجع. حين نتابع الرد الإيراني ونتابع أيضا الردود الفعل المتواصلة، هل يمكن حسب تصورك وبرأيك أن يحرج هذا الرد الإيراني أطرافا ما، دولا ما كانت إلى وقت قريب ولا تزال ربما تنساق في علاقتها نحو الكيان أمام مرأة من العالم؟ أعتقد لن تغير فقط، ولكن سوف تزيد من التوتر في المنطقة، سوف تزيد من الضغوطات في المنطقة. في الأساس إيران هي لديها مشروع خاص في منطقة الشرق الأوسط، ولنكن واقعين يعني إيران تحاول بناء على مشروع خاص، وهذا شيء كل يعرفه. هناك مشروع، هناك طموح لإيران، كما هناك أيضا طموح لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط والتي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية كان في ملف تطبيع مع دول عربية عدة. ولا ننسى في هذا الهجوم حتى الاستهداف الإيراني كان هناك بعض الدول العربية التي كانت يعني أسقطت المسيرات والصواريخ الإيرانية في أجوائها، الأردن والمملكة العربية السعودية. فواضح أن يعني هناك بكل تأكيد هناك دول سوف تدعم إسرائيل في هذا الموقف في السياسة، لأن هناك ملف تطبيع العلاقات، وهذا التطبيع هو ليس مرتبط فقط في المجال الاقتصادي والدبلوماسي بل أيضا في المجال العسكري. وهناك دول رافضة لسياسات إسرائيل وهي داعمة لمحور المقاومة والممانعة، وهي سوريا العراق ولبنان واليمن، وأيضا الموقف الروسي الذي هو مختلف عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية وتجاه التعاون مع إيران، لأن هناك تعاون استراتيجي مهم الآن بين روسيا والجمهورية الإيرانية، وروسيا تتقدم أكثر في هذا التعاون في الأشهر القليلة الماضية، وهناك حتى حديث عن توقيع اتفاقية شراكة كاملة استراتيجية بين روسيا والجمهورية الإيرانية، وهذا الشيء سوف يضمن التعاون العسكري والمجال في المجال العسكري وفي المجالات المختلفة الأخرى. طيب يلتحق بنا الآن مجددا الدكتور محمود صالح الكاتب والمحلل السياسي من دمشق، أهلا وسهلا بك إن كنت تسمعني. أهلا وسهلا بكم. طيب نتابع تطورات وتبعات الرد الإيراني على استهداف الكيان الصهيوني لسفارة طهران في دمشق، ونتابع أيضا الانعكاسات التي يمكن أن تحدث فيما تعلق ببعض الجهات والأنظمة بين قوسين التي سارعت في وقت مضى إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني. برأيك الرد الإيراني هل يمكن أن يفتح بتبعاته ملف التطبيع مجددا ويطفو إلى السطح بذلك؟ نعم، اهلا وسهلا بكم. بكل الاحوال يعني اليوم هذه العمليه التي قامت بها ايران
تجرى هذا اليوم ضد بعض المواقع الكيان الصهيوني قاضيا فلسطينيا المحتلة هو تغيير جوهري في قواعد الاشتباك مع هذا الكيان منذ 48 وحتى الآن. يعني هي للمرة الأولى يتم استهداف أراضي هذا الكيان بهذا الكم من الصواريخ من بلد بعيد ليس بلد مجاور لفلسطين المحتلة بهذه الطريقة. وهذا أمر مهم يجب الوقوف عمليا وتحليل هذه الخطوة. هذا أولا. المسألة الأخرى، يعني أنا أعتقد أن الكيان الصهيوني وصل إلى مرحلة من الطغيان ومن الغي ومن الظلم والإجرام إلى حد أنه أصبح بحاجة إلى من يقول له كفى ويطفه عند حده. وقد تكون هذه العملية التي قامت بها إيران تأتي في هذا الإطار، وأرادت إيران أن تكون هذه العملية، وكان قرار القيادة الإيرانية أن تكون هذه العملية انطلاقا من الأراضي الإيرانية لإيصال هذه الرسالة. الأمر الآخر، يعني أن اليوم كشفت أيضا هذه العملية على أن فعلا هذا الكيان هو أوهم من بيت العنكبوت. هذا كيان بدون الولايات المتحدة الأمريكية، مدة بقائه في أي معركة هو 3 ساعات ليس أكثر من ذلك فقط. يعني لا يمكن أن يسقط أكثر من 3 ساعات في حال تخلت الولايات المتحدة الأمريكية. المسألة المهمة والجوهرية فعلا، يعني والتي يعني كانت جديدة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أنها تعاطت مع هذا الموضوع بمنتهى المسؤولية. أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تتدخل في هذه العملية، ومما يعني أعطاها نوع من التوازن وجعل هذه العملية محدودة، وجعل هذه العملية يعني تحظى بشيء من الحكمة، وإلا ستنجر المنطقة إلى حرب إقليمية بكل تأكيد. اليوم أنا أعتقد موضوع الذي تفضلت السؤال عليه موضوع التطبيع، أنا أعتقد يعني أن كل من كان يبحث ويجري وراء التطبيع هو واضح لأنه يجري وراء الفراغ. لماذا يجري وراء الفراغ؟ لأننا لو أتنا إلى الدول التي طبعت منذ البداية، منذ أكثر من 40 عاما جمهورية العربية عندما كانت هناك اتفاقية كامب ديفيد، ماذا جنت منها مصر وماذا جنى منها الكيان الصهيوني؟ حتى هذه الكيان الصهيوني غير مقبول في الشوارع المصرية وفي الكيان المصري، مرفوض كليا. هذا الحال ينطبق على وادي عربة وينطبق على أوسلو وينطبق. إذن جوهر موضوع التطبيع هو غير متحقق حتى بالنسبة للأنظمة المتقدمة، فما بالك بالأنظمة اللاعبة الآن مثل النظام المغربي أو بعض الأنظمة الخليجية للأسف الشديد التي أصلاً هي لم تتحدى لها مع هذا الكيان إلا أن تكون له أدوات، يعني ليست مجاورة. إذا الدول التي لا وضعها مجاورة مصر الأردن وضعتها على هذا الكيان ولم تحقق أي نتيجة ولم تحقق أي مصلحة لبلدان هذه الشعوب، ما هي مصلحة هذه الدول اللاعبة؟ المغرب في آخر الدنيا، ما هي مصلحته في التطبيع مع هذا الكيان إما أن يكون مصدرا متقدما وأدوات من أدوات الكيان الصهيوني، وهذا الحال أيضا ينطبق على بعض دول الخليج. إذا أنا أعتقد أن هذه العملية عرّت هذه الدول تذهب وراء التطبيع لأنها بينت لها أن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة. هذا الكيان لا يمكن التعاطي معه إلا من خلال القوة. وأيضا هذا ما أثبت في الشارع من أكتوبر. اليوم الكيان الصهيوني من يتعاطى معه قانون الدولي لا يحترمه، من يتعاطى معه وفق الرجاء ووفق التمنيات لا يحترمه، يحترم ويخشى من يتعامل معه بلغة القوة. اليوم عندما نتحدث عن أكثر من 50 صاروخ وطائرة مسيرة وصلت، أغلبها وصلت إلى الأراضي الفلسطينية، وكما تقول أن يعني المعلومات أن حقق أهدافه على الأقل بالنسبة للقاعدة الجوية في الجنوب في النقب تم تدميرها بشكل كامل. هذه حقيقة نحن تابعنا قبل قليل صور الأقمار الصناعية من خلال الأصدقاء الروس
هذه القاعدة تم تدميرها بشكل نهائي، وهي القاعدة التي انطلقت منها الصواريخ التي استهدفت القنصلية الإيرانية في دمشق. لذلك اليوم نحن نعتقد أن هذا الرد هو بمثابة سرد وبمثابة تغيير في قواعد الاشتباك، ويجب أن تستفيد الدول العربية على الأقل من هذه الحقيقة، وأن تبني على الشيء مقتضاه. هذا الكيان هو كيان آمن، هذا الكيان هو كيان مؤقت، هذا الكيان لا يمكن أن يريد الخير لأي من الشعوب العربية والإسلامية. بالتالي واهم من يراهن على أي نوع من أنواع التطبيع مع هذا الكيان، وأعتقد أن التطبيع ولا إلى غير رجع مع هذا طيب الكيان. ابقى معي الدول التي تدعم إليه الدول معرات. ابقى معي دكتور محمود صالح الكاتب والمحلل السياسي من دمشق. أشير إلى ما جاء على لسان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على هامش لقائه مع نظيره الفلسطيني رئيس وزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، حيث أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف بأن التصعيدات والاستفزازات التي يذكيها الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني حاليا في كل الاتجاهات وعلى صعيد أو على العديد من الأصعدة، أنها تنصب كلها في خانة صرف الأولويات وصرف الأنظار تجاه القضية الفلسطينية. ربما أنقل هذا الجانب من النقاش إلى ديمتري بريجع. هل يستغل الكيان الصهيوني الرد الإيراني وما تبعه من تطورات لصرف نظر العالم عن هزائمه الاستراتيجية في قطاع غزة، وأيضا صرف نظر العالم حول الموضوع الأساسي والجوهري وهو القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني؟ أعتقد بكل تأكيد يعني هناك نرى تعاطف بعض القادة الأوروبيين تجاه الطرف الإسرائيلي، هذا الشيء نراه الآن في الإعلام ونراه جيدا. واضح أن سياسة التطبيع سوف تستمر، يمكن أن تستمر حتى مع المملكة العربية السعودية لما وصل الجمهوريين وإدارة دونالد ترامب إلى الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتقد بأن جاريد كوشنر يعني هو الذي أثر في السابق على ملف التطبيع مع الإمارات العربية المتحدة ودول خليجية أخرى، فواضح أن هذه السياسة قد تستمر ما بعد هذا التصعيد. وأعتقد بأن دول الخليج يعني وحتى الأردن وغير من الدول أعطت برهان بأن هي يعني جزء من التطبيع مع إسرائيل في ملف حتى العسكري. فأعتقد بأن الآن طبعا ملف إيران إسرائيل سوف يأخذ زمام الأمور في الإعلام الدولي بدلا من القضية الفلسطينية والملف الفلسطيني. أعتقد أن هذا الصراع مشروب الصراع بين قوة إقليمية وقوة لها تأثير ما يسمى بالمشروع محور المقاومة والممانعة والمشروع الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، ومن جهة إسرائيل وحلفاء المثلين في الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا. هذا التصعيد بكل تأكيد سوف يأخذ المنطقة إلى تطور جديد، وهو تطور هذا الصراع وتطور زيادة التوترات الداخلية في المنطقة. لا ننسى بأن حتى في هذه الدول التي موجود فيها ما يسمى بمحور المقاومة والمانع، سوريا العراق ولبنان، هي تعاني من مشاكل داخلية، تعاني من مشاكل اقتصادية، العقوبات التي فرضت على هذه الدول بسبب يعني سياساتها، وأيضا المشاكل الداخلية من انقسامات داخلية وسيطرة مجموعات مختلفة على هذه الدول. فواضح أن هذا الانقسام قد يزداد، وهناك قد يستفيد حتى الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من ملف الصراع الشيعي السني، وهذا الشيء أيضا يعني من حسابات الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لكي يتم أخذ الملف أو إبعاد الملف عن القضية الفلسطينية وحل الملف الفلسطيني وحل الدولتين، لأن في نهاية الأمر الحل الوحيد الذي يمكن أن يحدث في ملف القضية الفلسطينية وحل الدولتين واعتراف دول لها وتمثيل دول لها ووقف إطلاق النار ووقف العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وبذلك يمكن أن يكون وضع من التهدئة يكون تهدئة في منطقة الشرق الأوسط. وهذا ما تتحدث عنه روسيا، ورأينا تصريحات مالية زخاروفا التي كانت يعني تتردد بإسرائيل وتردد بسياسات إسرائيل ولا تتعاطف مع إسرائيل، لأن إسرائيل أيضا يعني سياساتها واضحة، هي داعمة للغرب وهي التي تقف الغرب خلفها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، وهي التي الآن تستمر في يعني انتهاكاتها في قطاع غزة.
طيب ديمتر بريجع، نبقى نتحدث دائما أيضا حول ما جاء على لسان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على هامش لقاء نظيره الفلسطيني، يتحدث بأن الجهود التي تقوم بها الجزائر تصطف حول أولويات، خاصة على مستوى مجلس الأمن، بأن الأولويات حاليا هي الحفاظ على مرتكزات ومقومات القضية الفلسطينية، وأيضا حشد المزيد من الدعم الدولي لصالحها، خاصة الحديث المتواصل والجهود العديدة التي تقوم بها الجزائر في إطار دعم عضوية كاملة لفلسطين في الهيئة الأممية. هل يحاول الكيان وجهات ما بطريقة أو بأخرى أن يصرف النظر عن هذه الأولويات التي يجب أن يتم الحديث عنها الآن؟ بكل تأكيد، يعني أعتقد ظهور حتى تنظيمات إرهابية وعادتها إلى الساحة من جديد هو أيضا يمكن أن يحدث في يعني في بعض وقت معين لإبعاد أو محاولة لعمل نوع من البروباغندا في ملفات مختلفة، ملف مكافحة الإرهاب، ملف الصراع الإسرائيلي الإيراني، ملفات المنطقة. أعتقد هذا الشيء سوف يستمر من الولايات المتحدة الأمريكية. القرار في نهاية الأمر إذا تحدثت عن ملف حل الدولتين وغيره هو لدى روسيا، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، هم الذين سوف يقررون. وبذلك يجب أن يكون هناك وساطة جيدة، ويعني بكل تأكيد الآن ما يحدث الآن في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وحتى تغيير كان هناك، نرينا موقف تغيير إدارة جو بايدن تجاه بنيامين نتنياهو هو خير دليل على ذلك. هناك بدأ يوم من الانتقاد لبنيامين نتنياهو وحكومته تجاه ما يحدث في قطاع غزة وقتل يعني الغاثيين الذين كانوا في قطاع غزة. هذا الشيء سوف يزيد من التوتر بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني حتى الآن هناك كثير من الأشياء قد تحدث في الأشهر القادمة. لا ننسى نحن على أعتاب انتخابات رئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية، والكثير سوف يتقرر في هذه الانتخابات، وأيضا الوضع القائم الآن في منطقة الشرق الأوسط. يعني إذا ما استمر التصعيد وكان هناك رد إسرائيلي سوف يكون هناك رد إيراني، ما هو هذا الرد ليس واضح، ولكن سوف يكون بنشاط يعني ما يسمى بمحور المقاومة والممانعة في منطقة الشرق الأوسط، واستهداف بالمسيرات شاهد وغيرها من الصواريخ الأراضي الإسرائيلية. هذا الشيء واضح، وواضح أن التصعيد الآن هو سيد الموقف في منطقة الشرق الأوسط. أعتقد بأن إيران سوف تنتقم يعني بسبب مقتل يعني عسكريها، وسوف يكون هناك أيضا رد آخر في الأيام أو الساعات القادمة. طيب أعود إليك مجددا دكتور محمود صالح من دمشق عبر الهاتف. الحدث هو الرد الإيراني، لكن الحدث الأكبر هو ما يحدث في فلسطين المحتلة وتحديدا في قطاع غزة. الحدث هو جرائم الإبادة الجماعية التي تتواصل لأكثر من 6 أشهر كاملة، والحدث أيضا هو 100,000 ضحية بين شهيد وجريح ومفقود تحت الأنقاض. هل يحاول الكيان أن يصرف النظر حول هذه الأرقام وهذه الجرائم الإبادة الجماعية وسياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها في حق الشعب الفلسطيني؟ حقيقة هي كما تفضلت سيدي، وكما نعرف نحن موقف الجزاء هذا الموقف النضالي ليس موقف قديم جدا، يعني هذا موقف استراتيجي ليس تكتيكي. موقف الجزائر هو موقف واضح نزيف صادق وقوي تجاه القضية الفلسطينية. أن القضية هي القضية الفلسطينية، حتى لا نقول أيضا أن مسألة غزة، القضية هي القضية الفلسطينية، الموضوع هو فلسطين، كل فلسطين من النهر إلى البحر. اليوم أراد هذا الكيان أن يقوم من خلال هذه العمليات بحرق أنظار العالم إلى ما جرى منذ السابع من أكتوبر. كما تفضلت أكثر من 100,000 بين شهيد وجريح ومفقود من أبناء الشعب الفلسطيني، وما زالت هذه العملية وهذا العدوان مستمر وعلى مرأى رغم قرارات المتحدة ورغم قرارات مجلس الأمن ورغم قرارات محكمة العدل الدولية، لكن أيضا هذا الكيان لا يستجيب ولا ينفذ أي منح. لذلك أعود إلى ما قلته في المحطة الأولى من هذا اللقاء، أن هذا الكيان لا يفهم إلا لغة القوة. لذلك الرد على هذا الكيان حتى
تكون تحت وان تحيل الاسره بشكل حقيقي، ان تكون هي القضيه بيننا وبينها وهي فلسطين، كل فلسطين ليس في قطاع غزه على الرغم من ما حققه ابطال الشعب الفلسطيني في 7 اكتوبر، ايضا يشكل محطه تحول في الصراع مع هذا الكيان منذ اكثر من 60 عاما. المطلوب هو ان يكون هناك متغير من الدول العربيه، ليس المصلحه لاي من الدول العربيه وخاصه التي كانت تدرك وراء التطبيع الا ان ينهى وجود هذا الكيان، طيب. هذا الكيان الغاصب. هذا يعني الموضوع يجب ان يسود تفكير على هذا غير حقيقي، لا يجوز ان نستمر بمخاطبه الراي العام والشعوب العربيه على انه مطلوب ان نتصالح مع هذا الكيان ونتطبع مع هذا الكيان وتكون علاقات، لا يمكن ان يكون، لان يعني هذا الموضوع غير حقيقي، هذا وهم، هذا الكيان وهم. عندما يعني يتم جر ادوات واستخبارات هذا الكيان الى اقصى المغرب العربي هو عباره عن خنجر يراد منه ان يتم وضعه في صدر المغرب العربي وايضا الخليج وكل الدول كما هو الان منذ اكثر من 60 عاما في صدر الفلسطينيين. بكل الاحوال انا اعتقد ان مساله قبل هذه العمليه ليس كبعدها، وقبل 7 اكتوبر ليس كبعدها. لذلك المحور الذي يتجه انا باتجاه الرافض للتطبيع والمضاد للتطبيع هو الذي سيكتب الجوله في المرحله القادمه. الدكتور محمود صالح الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشره عبر الهاتف من دمشق. يلتحق بنا الان من اسطنبول محمد وعراب المحلل السياسي، اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا ومرحبا. طيب، هل يمكن القول في الأخير محمد وعراب بأن القضية هي قضية أولويات؟ حقيقة نتابع الرد الإيراني، لكن في المقابل القضية الأساس والمركزية هي ما يحدث في غزة من جرائم إبادة على يد الكيان الصهيوني منذ أكثر من 6 أشهر. بكل تأكيد المحرك لكل ما يحصل الآن سواء في فلسطين سواء في إيران أو ما الذي جرى إيران إلى هذه الضربة العسكرية الغير مسبوقة حقيقة هي ما يحصل في داخل قطاع غزة. داخل قطاع غزة أو فلسطين بشكل عام هي البوصلة التي يجب أن نقيس من خلالها كل ما يحصل في المنطقة من تجاذبات ومن احتكاكات ومن تصعيد. أنا أعتقد أن هذه العملية أو هذه الضربة التي كانت البارحة هي عندها علاقة مباشرة بما يحصل في غزة، هي عندها علاقة مباشرة برغبة نتنياهو في أن يوسع من رقعة الصراع في المنطقة. هو لم يستطع بعد أكثر من 6 أشهر من التقتيل داخل القطاع، لم يستطع أن يحقق أي شيء، لم يحقق أي إنجاز استراتيجي، لم يحقق أي إنجاز عسكري، لم يحقق أي إنجاز سياسي، بل كل الذي قام به هو أن أغرق الكيان الصهيوني أكثر في جرائم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينجو منها لا هو ولا إدارة حكومته الحالية، ولأنه هذه الحرب في النهاية سوف تنتهي، والتوثيق هذه الجرائم موجود صوت وصورة في كل مكان. فأعتقد أنه هو الآن يريد أن يبحث على مخرج آخر، هذا المخرج لن يكون بالنسبة له إلا إذا أطال مدة هذه الحرب. الآن تقريبا اجتاح كل قطاع غزة، لم تبقى له إلا قطعة صغيرة وهي رفح، ولكن رغم هذا لم يستطع أن يحقق أي إنجاز، لم يستطع استرجاع أي أسير من الأسرى الذين كان يقول عن أنهم أولويته، لم يستطع أيضا أن يوقف الآلة العسكرية أو لم يدمر الآلة العسكرية للمقاومة سواء كانت حماس أو كانت الجهاد أو غيرها من الفصائل. كذلك لم يستطع أن يوحد الشعب الإسرائيلي خلفها. نحن الآن نرى كيف هو الشارع في تل أبيب يغلي يطالب بضرورة إسقاط هذه الحكومة. كل هذه الأمور تسير عكس رغبة نتنياهو مباشرة، وهو يريد من خلال محاولة جذب أو توسيع إطار هذه الحرب أن يطيل البقاء على كرسيه، لأنه في النهاية مصلحته الشخصية وفقط الشخصية هي التي تهمه في هذه القصة كلها. هو لا يريد لا حماية الشعب الإسرائيلي ولا يريد حماية دولته التي يزعم، وإنما كل ما يريد أن يحمي نفسه ويحمي مصيره الأسود الذي ينتظره بعد انتهاء هذه الحرب آجلا أم عاجلا. طيب محمد وعراب الكاتب والمحلل السياسي من اسطنبول، ابقى معي. يلتحق بنا الآن من جنين رائد أبو بدوية، أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية. نتحدث عن الموضوع الرئيس والأهم،
رد الإيراني حدث على ردا على استهداف الكيان الصهيوني لسفارة طهران في دمشق، لكن في المقابل القضية الأساس والأهم القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة منذ 7 أكتوبر. أعتقد أنه ردة الفعل الإيرانية اللي صارت امبارح راح تفيد بشكل أو بآخر اللي بصير في قطاع غزة، راح تفيد الفلسطينيين تحديدا، خاصة أنه أدرك الغرب وأدركت أمريكا أكثر وأكثر في أنه نتنياهو يذهب بالمنطقة إلى حرب إقليمية، وبالتالي هذا يهدد المصالح الأمريكية ويهدد المصالح الغربية. أعتقد على المدى القصير ممكن ردة الفعل إيران بإطلاق الصواريخ على إسرائيل جمعت الإسرائيليين قليلا أثناء من خلال مجلس الحرب وما إلى ذلك، ولكن سرعان ما ستنعكس بطريقة سلبية سواء على الداخل الإسرائيلي أو سواء على حتى المجتمع الدولي. يعني على الصعيد الإسرائيلي الداخلي بعتقد أنه راح تزيد الضغوطات الإسرائيلية على أو الشعبية وحتى السياسية على نتنياهو من أجل وقف العدوان على قطاع غزة، وعلى الصعيد الدولي وتحديدا الصعيد الأمريكي بعتقد أنه الأمريكان راح يساعدوا أكثر في موضوع إنهاء العدوان على قطاع غزة وإبعاد المنطقة عن الانفجار. يعني صحيح هي الضربة محدودة من قبل إيران، ولكن كان ممكن أن تشكل شرارة انفجار للشرق الأوسط، وما زالت الوخاطر قائمة حتى اللحظة فيما يتعلق في إشعال المنطقة، خاصة أن نتنياهو يصر على توسيع دائرة الصراع من موضوع غزة حتى الشرق الأوسط، وهذا لا يخدم لا المصالح الأمريكية ولا يخدم حتى المصالح الغربية في المنطقة. أعود إليك مجددا ديمتري بريجع من موسكو. نتحدث إذن على أنها قضية أولويات، نتحدث عن الرد الإيراني، لكن في المقابل هناك شهداء كل يوم تحت طائلة العدوان الصهيوني المتواصل في قطاع غزة. بكل تأكيد لن يتوقف هذا التصعيد وهذا الاستهداف لقطاع غزة حتى يكون هناك محاولة وضغط دولي. في نهاية الأمر القرار لدى الأمم المتحدة والدول المعنية، إنها الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تدعم إسرائيل بشكل مباشر في السلاح، وحتى هناك دول أخرى مرتبطة بدعم إسرائيل، ألمانيا وبريطانيا وغيرها من الدول الاتحاد الأوروبي. فبكل تأكيد تغيير الموقف في هذه الدول هو الذي سوف يحسم الأمر، إذا ما لم يكن هناك موقف أو إرادة دولية لأن يكون هناك حل للدولتين ووقف إطلاق النار، فلن نرى هذا الحل. في نهاية الأمر الضغوطات الدبلوماسية على بنيامين نتنياهو وعلى الحكومة الإسرائيلية سوف تفرض سياسة جديدة لإسرائيل بالتفاوض مع الطرف الفلسطيني. بدون التفاوض مع الطرف الفلسطيني لن يكون هناك أي تهدئة للوضع. طيب ضيوفي الكرام ابقوا معي، سنعود مجددا للنقاش لكن بعد هذا الفاصل القصير. أهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام لهذه التغطية الخاصة بالرد الإيراني على استهداف الكيان الصهيوني لسفارة طهران في دمشق، وكذلك حول ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة متواصلة من طرف الكيان الصهيوني منذ أكثر من 6 أشهر. ويشاركني في النقاش دائما ديمتري بريجع مدير وحدة الدراسات في مركز الدراسات العربية والعربية الروسية من موسكو، وكذلك رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية من جنين، وأيضا محمد وعراب الكاتب والمحلل السياسي من إسطنبول. وأكمل معك نقاش محمد وعراب، ونستقرأ دائما ما جاء على لسان وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف على هامش لقائه نظيرها الفلسطيني، بأن اجتماعه مع نظيره الفلسطيني يأتي في سياق تعليمات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضرورة تكثيف الجهود والمساعي الدبلوماسية خلال الأيام
والأشهر القادمة، خاصة أن مجلس الأمن يستقبل ملف إعطاء فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة. برأيك هل هذا هو الوقت الحقيقي والضروري لرص كل الجهود من كل جهة حتى ندعم الموضوع الأساسي والمهم فلسطين المحتلة، فلسطين المحتلة في إطار ما يحدث لها من طرف الكيان الصهيوني؟ إحدى أهم المخرجات منذ 7 من أكتوبر إلى الآن وهي عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، مش فقط واجهة إقليمية وإنما إلى واجهة العالم الكل. الآن تقريبا ليس هنالك من قضية يجتمع عليها الناس في العالم سواء في الدول الغربية أو العربية أو غيرها إلا القضية الفلسطينية، بل حتى الحرب الروسية الأوكرانية التي ملأت الدنيا في وقت من الأوقات الآن تراجعت كثيرا وحلت محلها ما يحصل في قطاع غزة وما يحصل في فلسطين بشكل عام. أعتقد أنه هذه فترة أو ما هي فرصة حقيقية وذهبية حتى تتقدم أكثر القضية الفلسطينية، حتى تصبح أو يتحول حلم وجود دولة فلسطينية ذات سيادة وعندها كل الأحقية في التواجد في سواء في الجمعية العامة العمومية للأمم المتحدة يصبح أمر واقع. الآن مش فقط الجزائر وهي متقدمة كثيرا عن حتى عن المواقف العربية في هذا الموضوع، وإنما هنالك حتى دول أوروبية كثيرة الآن أعلنت استعدادها بشكل واضح على أنه آن الأوان لأن يصبح للفلسطينيين الحق في أن يكون لهم ممثل حقيقي في الأمم المتحدة، وهي خطوة متقدمة وخطوة إيجابية سوف تخدم القضية لا محالة. صحيح الآن في مقاومة كبيرة جدا من طرف الصهاينة من طرف دولة الاحتلال، ولكن أعتقد أن الورطة التي وضع فيها نتنياهو حكومته لا تعطيه الفرصة لأن يقاوم كثيرا هذا الأمر، وإنما أعتقد أنه سوف يتحول إلى حقيقة. إحدى البوادر هو تراجع الولايات المتحدة الأمريكية عن 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 دعمها اللامتناهي واللامشروط، على الأقل خلينا نقول اللامشروط لأنه الدعم اللامتناهي لا يزال موجود، ولكن أصبحت هنالك شروط لهذا الدعم الأمريكي للحكومة حكومة الحرب الصهيونية، وهذا يمثل فرصة حقيقية لفلسطين سواء الجزائر متواجدة في مجلس الأمن أو لغيرها من دول الصديقة للقضية الفلسطينية حتى تتطور موقع وتطور موقع دولة فلسطين من عضو ملاحظ إلى عضو كامل الحقي وكامل كامل العضوية كامل العضوية في الأمم المتحدة. رائد أبو بدوية من جنين، أمام محاولات صرف النظر على الإبادة الصهيونية في قطاع غزة، هل آن الوقت لتضاف جهود أخرى وترص جهود أخرى إلى جانب ما تقوم به الجزائر على الصعيد الأممي دعما للقضية الفلسطينية في كل المساعي حتى تأخذ حقوقها كاملة غير منقوصة؟ صحيح الجهود الجزائرية جهود مشكورة من يوم عضويتها في مجلس الأمن، يعني عملت محاولات عديدة من أجل وقف العدوان، وبعتقد هلأ كان لها دور مركزي في موضوع الحصول على العضوية أو على القليل طرح الموضوع على مجلس الأمن من أجل الحصول على العضوية الكاملة، وخاصة أنه شفنا كيف بلينكين وجولاته للشرق الأوسط طوال الوقت كان لا يعرض أي تسويات أو يعرض أي مقاربات خاصة في قطاع غزة، إنما يعرض مقاربات إقليمية من شأنها إدماج إسرائيل في المنطقة وعلى أساس الذهاب لحل الدولتين ومسار الدولة الفلسطينية. على القليل الظروف كانت مناسبة حاليا لطرح هذا الموضوع من أجل فحص النوايا الأمريكية حقيقة، هل أمريكا جادة فعلا فيما يتعلق في موضوع الدولتين وموضوع الدولة الفلسطينية، ولا هو طرح مناورة سياسية أمريكية حتى يجلب مزيد من الدول العربية إلى قطار التطبيع مع إسرائيل. هذا من جانب، فأعتقد أن التوقيت مناسب من أجل فحص هذه الرغبة والإرادة السياسية ما يعبر عنه بلينكين وإدارة بايدن، هل هو من أجل التهرب من مسؤولياتها في الضغط على الإسرائيليين ولا هو فقط لتحقيق إنجاز في السياسة الخارجية الأمريكية لمصلحة الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بالتطبيع. فالتوقيت مناسب جداً، أعتقد إذا في هناك مطلوب أكثر من أجل التحرك الدولي فيما يتعلق في القضية الفلسطينية، بعتقد هناك في تقصير واضح في المؤسسات العربية ومؤسسات العالم الإسلامي تحديدا، يعني أنا بقصد تحديدا اللي هي جامعة الدول العربية وبقصد منظمة مؤتمر العالم الإسلامي اللي اجتمعت مرة واحدة من يوم العدوان على قطاع غزة في الرياض وأنتجت تشكيل لجنة دبلوماسية، للأسف هذه اللجنة غير مزودة بأي أدوات ضغط حقيقية فعلية سواء على الغرب من جانب أو حتى على الولايات المتحدة الأمريكية من جانب آخر،
حتى بدورها تضغط على الإسرائيليين لوقف هذا العدوان. أنا بعتقد أنه جامعة الدول العربية ومنظمة العالم الإسلامي كان بإمكانها وما زال بإمكانها أن تمارس ضغوطات أكثر على الغربيين وعلى حلفاء وأصدقاء إسرائيل أو ما يسمى بأصدقاء إسرائيل والولايات المتحدة، حتى تشعر أوروبا ويشعر الأمريكان أنه مصالحهم أصبحت تتأثر باستمرار هذا العدوان وباستمرار هذا الدعم للكيان الإسرائيلي. يعني كنت بتمنى أنه يكون في اجتماعات لهذه المنظمات الإقليمية حتى تشكل يعني لجان أكثر ضاغطة، أكثر مزودة بأسلحة، أنا بقصد بأسلحة دولية قد تكون اقتصادية وتجارية وحتى دبلوماسية، بطريقة أنها تأثر أكثر على القرار الأوروبي وعلى القرار الأمريكي حتى وقف هذا العدوان. طيب أعود إليك ديمتري بريجع، جلسة منتظرة بمجلس الأمن حول الرد الإيراني بطلب من الكيان، ما المتوقع وما المنتظر؟ ما الذي سيتم معالجته والنقاش بشأنه خلال هذه الجلسة برأيك؟ لا يتم معالجة أي شيء، فقط جلسة يعني طلب من الطرف الإسرائيلي تجاه ما يحدث في الأزمة، وطرف من أطراف أخرى مختلفة في يعني لديهم قرار ولا أكثر. لا أعتقد بأن سوف يتم قرار أي شيء أو سوف يتم إقرار بأي شيء في نهاية الأمر. طيب إيران وطهران استندت في ردها على المادة 51 من الأمم المتحدة، برأيك هل ستحمي هذه المادة إيران باعتبار أنها تقول أنها دافعت، هو رد فعل على ما حدث وعلى استهداف الكيان لسفارتها في دمشق؟ حتى لو جاء انتقاد دولي فأعتقد روسيا والصين سوف تدافع عن إيران في نهاية الأمر وعن أمن القومي الإيراني ومصالح إيران. فأعتقد في نهاية الأمر الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية لن تستطيع أن تفعل أي شيء وأن تفرض أي سياسة معينة في الولايات المتحدة وجزء من حيال إيران. ديمتري بريجع مدير وحدة الدراسات في مركز الدراسات العربية الروسية، شكرا جزيلا لك على كل ما أفدت به، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو عبر سكايب. أعود إليك مجددا محمد وعراب من إسطنبول، نتحدث دائما حول الرد الإيراني وإلى أي مدى يمكن أن يحرج جهات ما كانت تسارع وتجاهر بتطبيعها مع الكيان الصهيوني، بعد هذا الرد، بعد هذه التبعات، بعد أرقام وحصيلة جرائم الإبادة في غزة منذ أكثر من 6 أشهر، نتحدث عن 100,000 أو أكثر من 100,000 ضحية بين شهيد وجريح ومفقود، هل ستغير هذه الدول والأنظمة رأيها تجاه التطبيع مع الكيان أم أن الأمر سيبقى يراود حاله؟ مع الأسف أعتقد أن هذه الدول أو هذه الأنظمة ماضية في مشروع التطبيع بشكل أكبر. لو كان هنالك شيء كان يمكن له أن يوقف هذا القطار قطار التطبيع هو ما حصل منذ 7 من أكتوبر في قطاع غزة، بعيدا عما حدث البارحة من رد إيراني على الاستفزازات الصهيونية. ولكن مع الأسف لما رأي دولة من الدول المطبعة أعلنت مثلا إيقاف التطبيع أو أغلقت السفارات الصهيونية عندها أو وقفت حتى المعاملة التجارية، بل العكس من هذا، نحن نرى بكل أسف أن وتيرة التبادل التجاري مثلا بين أكثر من دولة عربية وبين الكيان الصهيوني الآن في أعلى مستوياتها، كأنه الذي يحصل في غزة لا شيء لا يعنيهم تماما. أعتقد أنه الشيء الوحيد الذي ممكن له أن يؤثر حقيقة وهو أن عندما تشعر هذه الأنظمة بضغط حقيقي من شعوبها ومن وكذلك ضغط حقيقي في الجوار، هذا ضغط لم نصل إليه إلى حد الآن. إلى حد الآن هذه الأنظمة مرتاحة حقيقة في تعاملها، بل هي تحاول أن تدور الرماد ببعض المساعدات هنا وهناك حتى تقول أنها متعاطفة أو أنها تدعم قطاع غزة بما تستطيع، ولكن هذا بعيد كل بعد عما يمكن لهذه الدول أن تقوم به. هذه الراحة التي وجد فيها الكيان الصهيوني نفسه سواء كانت راحة يعني من ذواتها، يعني الأنظمة هذه هي التي وهي مقتنعة بوضع الكيان في هذه الراحة أو التي رضخت للضغوط الأمريكية والغربية بشكل عام، هذه الراحة هي التي جعلت هذا الكيان يتطاول في مجازره ولا يعبأ بأي طرف، بل ويريد أن يبحث أن يجر أطراف أخرى بعيدة نسبيا عن المنطقة إلى هذه الحرب المقصود بها إيران بكلية
بالتأكيد أعتقد أنه مع الأسف هذا قطار تطبيع هو ماض، بل ممكن سوف يشمل دول أخرى بعد انتهاء هذه الحرب بشكل أو بآخر، ولكن النتيجة التي سوف تحصل في قطاع غزة، ثبات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وثبات الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي الداخل هو الذي من شأنه أن يعدل من هذه البوصلة أو أن يكبح جماح هذا القطار. طيب محمد وعرق، تطبيع نعم. الجنود بالحديث عن ما رشح من تصريح قبل قليل لرئيس المجلس الأوروبي يقول بأن إنهاء الأزمة في غزة في أقرب وقت ممكن، خاصة عبر وقف فوري لإطلاق النار، من شأنه أن يحدث فرقا. هل بات الآن ضروريا أو واضحا تماما بأن الحل وبأن الكيان يجب أن يتوقف فوريا عن جرائمه في غزة في وقت كان يمعن في خرق المواثيق الأممية، خاصة القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الذي يؤكد صراحة ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار؟ أولا للأمانة هذا الكلام ليس جديد، يعني كل تقريبا الآن معظم دول العالم ومعظم زعماء العالم يطالبون بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب سواء كانت أسباب إنسانية أو أسباب سياسية، تختلف الأسباب ولكن اتفقوا جميعا على أنه يجب إيقاف هذه الحرب، وهذا منذ شهور طويلة وليس من الآن. ممكن دخول إيران كلاعب جديد في المنطقة بشكل مباشر لأول مرة بعدما كانت موجودة في المنطقة من خلال أذرعها العسكرية هنا وهناك، الآن صارت يعني صارت جزء من المعركة بشكل مباشر، هو الذي سوف يعلي من نبرة المسؤولين سواء كانوا في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى داخل الكيان الصهيوني بحد ذاته على ضرورة إيقاف هذه الحرب. الجميع أيضا يعلم على أنه الذي أدخل المنطقة في هذه الأزمة هو الجنون الذي يمارس به نتنياهو حربه ضد عزل وضد الأهالي وأطفال قطاع غزة وليس أي شيء آخر. الذي أدخل المنطقة في هذه الأزمة هو هذه الحكومة العنصرية، هذه الحكومة اليمينية التي لا تريد شيء، لا تريد بقاء الشعب الفلسطيني، بل هي الآن تتكلم عن ضرورة إعادة الاستيطان في قطاع غزة وضرورة طرد كل الغزيين من هذا القطاع، بالإضافة إلى مشروعهم الكبير في القدس وفي مسجد الأقصى المبارك. أعتقد أن الحل الحقيقي للأزمة الآن هو إيقاف هذه الحرب، هو خروج الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة والبدء في مفاوضات حقيقية، وهي المفاوضات التي تطالب بها المقاومة منذ أول يوم، منذ 7 من أكتوبر المقاومة أكدت بكل أطيافها وأجنحتها على أن الحل الوحيد لإنهاء هذه المعركة ونهاية الحرب هو الجلوس على طاولة المفاوضات وإطلاق سراح كل الأسرى الفلسطينيين الذين هم بعشرات الآلاف داخل السجون الإسرائيلي، مقابل أن تتعهد الفصائل وتطلق سراح كل أسراها الموجودين عندها. ولكن نتنياهو رأها فرصة حتى ينقذ رأسه وينقذ رقبته من مقصلة السجن في داخل إسرائيل، وهو الآن يعني لا يعبأ بأي طرف، لا وخصوصا أيضا وهذا يجب الإشارة إليه، لأنه تعامل إدارة بايدن الهين والضعيف جدا أمام غطرسة نتنياهو هو الذي أعطاه فرصة كبيرة حتى يطيل من زمن الحرب. الآن الجميع أضحى يعلم على أنه ممكن أكبر خاسر في هذه المعركة هي إدارة بايدن بحد ذاتها، هذه الإدارة التي لا تعلم كيف تتعامل مع نتنياهو، هل تبقي على دعمها اللامتناهي له فتخسر بذلك أصوات اليسار وأصوات المسلمين العرب داخل أمريكا ونحن على مقبلين على انتخابات رئاسية استراتيجية ومهمة جدا، أو أنها تحاول أن تقوم عكس ذلك حتى تسترجع هذا الوعاء الضائع منها. إدارة ترامب إدارة عفوا بايدن الآن تائهة حقيقة، وهو الأمر الذي جعل نتنياهو في أريحية كبيرة من أمره وجعله يضمن ولاءها ويضمن دعمها ويضمن حمايتها له مهما تغطرس ومهما تملص من كل الاتفاقيات وتملص من كل المعاهدات وكما تملص أيضا من كل لوائح وقرارات الهيئات العالمية على رأسها محكمة العدل الدولية وغيرها. أعتقد أنه الحل الوحيد والحقيقي لنهاية هذه الأزمة هو بإنهاء هذه الحرب، وهذا الأمر الذي يبدو مع غطرسة نتنياهو أنه أمر بعيد حقيقة. إلى الآن لا توجد هنالك ما يكفي من الضغوط سواء كانت ضغوط داخلية داخل إسرائيل أو ضغوط خارجية من خلال ضغوط سواء الدول المحيطة الجارة أو الدول الداعمة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لا توجد هنالك ما يكفي من الضغوط التي تسمح أو تدفع نتنياهو إلى أن يعدل عن مشروعه الانتقامي. طيب. بل العكس، هو الآن يريد أن يوسع هذه الحرب لأن في توسيعتها توريط للولايات المتحدة الأمريكية بشكل مباشر في المنطقة، وأيضا إبقاء تضمن له بقائه على سيدة الحكم أطول فترة ممكنة. رائد أبو بدوية من جنين، أعود إليك مجددا. نذكر ما جاء على لسان رئيس أركان قوات الاحتلال الصهيوني متحدثا لقائد القيادة الوسطى الأمريكية
يقول: التعاون بيننا بين الكيان والولايات المتحدة أدى لتشكيل حلف دفاعي أثبت جدواه يوم أمس. هل نفهم من هذا بأن ما يجنح نحوه بعض المحللين بأن الكيان دون حماية غربية لا شيء، والكيان دون حماية غربية لا يمكن أن يحمي نفسه بتاتا؟ يعني هو الإعلام الإسرائيلي والمسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين بيحاولوا يروجوا للجمهور الإسرائيلي أنه اللي صار امبارح وصد كثير من الطائرات المسيرة أو حتى الصواريخ الإيرانية على أساس أنه هو فاعلية وقوة لإسرائيل و شيء تفخر في دولة إسرائيل، ولكن على العكس تماما اللي ظهر امبارح أنه إسرائيل بدون القوى الغربية اللي وقفت معها امبارح وتحديدا الولايات المتحدة الأمريكية، وشفنا برضو يقال أنه البريطانيين والفرنسيين أيضا بشكل جزئي تدخلوا في هذه صد هذه الصواريخ، أثبت البارحة أن إسرائيل بدون هذه المنظومات الغربية وتحديدا أمريكا هي غير قادرة حتى على الدفاع عن 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 سمائها ولا عن الدفاع عن أراضيها. وأعتقد إنه هذا مؤشر ضعف للكيان الإسرائيلي، مش مؤشر قوة على الإطلاق. يعني كثير من السياسيين الإسرائيليين حاولوا يحذروا نتنياهو من 7 أكتوبر حتى اليوم إنه أن لا يخسر هذه الصداقة وما يسمى بالعلاقة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن ثبت حقيقة من 7 أكتوبر حتى اليوم إنه إسرائيل بدون المساعدة العسكرية تحديدا الأمريكية لم تكن قادرة على الاستمرار في هذا العدوان طوال هذا العدوان على قطاع غزة، ولم تكن قادرة البارحة حتى في صد هذه الصواريخ وهذه الطائرات المسيرة الإيرانية. أنا بعتقد إنه هذا بيوقفنا على حقيقة مهمة للعالم العربي والعالم الغربي أيضا وللجمهور الإسرائيلي، بأنه إسرائيل بدون هذا الغطاء الغربي وتحديدا الغطاء الأمريكي هي ضعيفة، وهي أكثر ما يكون في من 7 أكتوبر لليوم ثبت احتياجها بشكل مركزي لهذه الكيانات الغربية ولهذه المساعدات الغربية. أعتقد هذا بيخلي الجمهور الإسرائيلي والنظام السياسي والمنظومة السياسية الإسرائيلية تضغط على نتنياهو أكثر وأكثر من أجل حتى من أجل الاستجابة للمطالب الأمريكية. صحيح المطالب الأمريكية خلال الفترة الماضية لم تتجاوز مستوى الخطاب السياسي، لم تترجم إلى يعني أفعال عملية سواء من حيث الدعم المالي أو الدعم الاقتصادي أو حتى من الدعم العسكري، ولكن بعتقد الأمريكان راح يروحوا بشكل أكثر بعد اللي صار امبارح لممارسة ضغوط أكثر على نتنياهو من أجل تغيير مسار العدوان على قطاع غزة. طبعا أنا لا أدعي أنه الأمريكان يريدون وقف العملية العسكرية على قطاع غزة، حتى اللحظة الأمريكان موقفهم واضح، هم لا يطالبوا بوقف دائم لإطلاق النار، ولكن يختلفوا مع نتنياهو في إدارته لهذا العدوان على قطاع غزة، وخاصة فيما يتعلق بالتحفظات الإنسانية سواء بدخول المساعدات أو تجنيب المدنيين. أعتقد أنه ممكن الأمريكان يعطوا ضوء أخضر قادم فيما يتعلق برفح، ولكن ضمن الآلية والرؤية الأمريكية لما يسمى بالعمليات الجراحية المحددة في قطاع في رفح. أعتقد بعد ذلك ستمارس الإدارة الأمريكية ضغوطات أكثر من أجل تنفيذ رؤيتها فيما يتعلق في إدارة العدوان وإدارة الصراع بشكل أكثر. يعني الضعف، حالة الضعف اللي ظهرت في إسرائيل من 7 أكتوبر وتحديدا البارحة، أعتقد هذا بيخليها تصحى على نفسها أكثر وتتجاوب أكثر مع الضغوط الأمريكية والضغوط الغربية فيما يتعلق في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. طيب، في المقابل أيضا رائد أبو بدوية، في معادلة الحرب في قطاع غزة هناك فاعل مهم، المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها التي قاومت الكيان الصهيوني منذ السابع. هل تسمعني؟ أسمع. طيب، أقول في معادلة الحرب على قطاع غزة أيضا هناك فاعل ولاعب ضروري ومهم، المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها التي أثبتت عن نفسها الطويل في مقاومة الكيان الصهيوني على مختلف الأصعدة سواء برا أو جوا. برأيك كيف يمكن أن تستثمر في هذه التطورات المتسارعة سواء فيما يتعلق بالجانب العسكري الرد الإيراني، وأيضا فيما يتعلق بالتطورات والمواقف السياسية المتراصة إلى جانب ما يحدث في قطاع غزة؟ أعتقد أن المقاومة الفلسطينية وتحديدا في قطاع غزة يعني أخذت موقف
قبل هجمات إيران، يعني قبل البارحة كان موقفها وبوادر واضحة لموقف واضح فيما يتعلق في أي صفقة قادمة. حركة حماس تدرك أن الذهاب إلى صفقة مؤقتة أو هدنة مؤقتة هذا يعني أنه تذهب بنفسها إلى حبل المشنقة، لأنه الأمريكان من جهة وحكومة نتنياهو من جهة أخرى، سعيهم لفترة هدوء مؤقت هذا لا يعني عدم استئناف الهجمات على قطاع غزة وعدم استئناف الهجمات على حركة حماس. وتنساش أنه ورقة الضغط القوية تقريبا المتواجدة في حركة حماس عند حركة حماس حاليا هي موضوع الأسرى الإسرائيليين، وبالتالي ليس من السهل أن تتنازل عن هذه الورقة حتى تذهب بنفسها بعد أي هدنة قادمة إلى حبل المشنقة. فحماس يعني موقفها كان واضح عبر أكثر من تصريح سياسي من أعضاء مجلسها السياسي بأنه في هناك نقاط أساسية متعلقة في موضوع أولا إنهاء العدوان على قطاع غزة وانسحاب بشكل دائم طبعا وانسحاب من قطاع غزة. أعتقد ممكن تكون ضربات البارحة تعزز الموقف أكثر وأكثر لحركة حماس، لأنه في برضو نقطة قوة أخرى لحركة حماس، ننساش أنه إحنا بعد تجاوز الموضوع 6 أشهر وحتى اللحظة لا يوجد هناك أهداف عسكرية حقيقية حققتها أو أنجزتها قوات الاحتلال في قطاع غزة. كل المنجز في قطاع غزة للأسف الشديد هو ضرب للمدنيين ومجازر بحق المدنيين. صحيح أن ضرب المدنيين يشكل نقطة ضغط على حركة حماس، ولكن الذهاب إلى الاستسلام للشروط الإسرائيلية هذا يعني الذهاب والانتحار كحركة حماس، ومش بس لحركة حماس، هو استسلام حركة حماس هذا يعني انعكاسات تصفوية على القضية الفلسطينية عموما مش بس على حركة حماس. أعتقد المخاطر في قبول الاشتراطات الأمريكية والإسرائيلية في أي هدنة مؤقتة قادمة هذا من شأنه أنه يكون خطر على الحركة وعلى القضية الفلسطينية، وتدرك حماس ذلك. هلا من جانب آخر في هناك مقاومة وهناك عدم إنجاز، إنجاز التعبير، عدم إنجاز أي هدف عسكري إسرائيلي حتى اللحظة. يعني اللي قضى 6 أشهر هو مش منجز أهداف عسكرية، لن يستفيد من أشهر أخرى من أجل إنجاز هذه الأهداف. وتحديداً إنه تنساش إنه الجبهة الإسرائيلية قاعدة يعني متهالكة نوعاً ما على صعيد الاجتماعي، انقسام اجتماعي، انقسام سياسي، مظاهرات، والاقتصاد الإسرائيلي. أعتقد حتى الخسائر البشرية في الجيش الإسرائيلي تشكل عامل ضغط إذا استمرت العدوان أكثر وأكثر وأخذ مدة أكثر، وبالتالي كل العوامل سواء الدولية أو العوامل الداخلية الإسرائيلية والعوامل المقاومة وصمود المقاومة كلها تصب في صالح حركة حماس من أجل التمسك في موقف مهم ونقطة مهمة جدا اللي هي موضوع إنهاء العدوان ووقف دائم لإطلاق النار والانسحاب من قطاع غزة. رائد أبو بدوية أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادة، كنت معنا مباشرة من جنين عبر سكايب. أكمل معك النقاش ضيفي من إسطنبول عبر سكايب محمد عرب الكاتب والمحلل السياسي. كيف يمكن أن تتعامل بوجه أمثل المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها مع هذه التطورات المتسارعة حتى يكون دائما الصالح أو الفائدة دائما في صالح القضية الفلسطينية، خاصة أنها لاقت الكثير من الإنارة منذ 7 أكتوبر الماضي؟ بالحزم والليونة، الحزم في مواجهة آلة الاحتلال الصهيوني، في الصبر ومواجهته في كل رقعة من قطاع غزة ومن الداخل ومن آلة 48 ومن الضفة الغربية وغيرها. فالحزم في مواجهة هذا الاحتلال هي نقطة قوة يجب عليها أن تلتزم بها المقاومة وأن تصبر عليها وتثبت عليها ما بقيت. ثم هنالك أيضا الليونة في التعاطي مع أي مبادرة وقف إطلاق النار حقيقية تطرح على الطاولة، سواء كانت من طرف الوسطاء أو من طرف بعض الجهات الدولية التي تحاول في بعض الأحيان أن تقدم بعض المبادرات لوقف شامل وتام لإطلاق النار تعقبه تبادل للأسرى وغيرها من الاشتراطات التي لا يمكن لحركة حماس وللجهاد وغيرهما أن تقبل دون ذلك لهذه القضية. دفعت الكثير من الأثمان منذ 7 من أكتوبر، شرد الملايين و
واستشهد عشرات الآلاف وأصيب مئات الآلاف. لا يمكن بعد كل هذا أن تأتي الآن المقاومة وتقبل بالقليل مقابل إيقاف إطلاق النار، لأنه أهل غزة هم أول من يطالب الآن المقاومة بالثبات على شروطها، بالثبات على مواقفها، وبالثبات على مواجهة هذا الاحتلال الذي اضطر أن يطلع أكثر من مرة من مناطق كثيرة من قطاع غزة. الآن تقريبا لم يبقى إلا في نقطة واحدة يحاول من خلالها أن يفصل بين شمال القطاع وجنوبه. ورأينا اليوم عشرات ألاف الفلسطينيين وهم يحاولون أن يجتازوا هذه النقطة ويعودوا إلى ديارهم، سواء في وسط قطاع غزة أو في شمال قطاع غزة، في صورة تعبر عن شجاعة وبطولة هذا الشعب الذي لا يمكن لأي قوة في العالم أن تهزمه، وخصوصا الآن بعد كل هذه الحرب، بعد كل هذا التدمير وهذا التقتيل، أثبت على أن الشعب الفلسطيني على أنه متمسك بأرضه، بل وليريد أن يعود إلى الشمال، إلى تلك المنطقة التي تعاني من الحصار وتعاني من التفجير وتعاني من التقتيل، ولكنه يريد أن يعود إليها لأنها تمثل دياره التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل دونها دارا. أعتقد أن المقاومة الآن في وضعية، لا أقول أنها في وضعية جيدة جدا، ولكنها ثابتة موجودة على الأرض. وكذلك توسعة الحرب، وإن كانت فيها فائدة لنتنياهو، فائدة شخصية، ولكنها سوف تعود بالفائدة أيضا على القضية وعلى غزة في المدى المنظور. لا يمكن للكيان الصهيوني أن يخوض حربا شاملة على أكثر من جبهة. وأكدت الواقع على أنه قطاع غزة بهذه، وهو القطاع الصغير الذي فيه مقاومة لا يمكن مقارنتها بقوة بالآلة الحربية لإيران مثلا أو حتى لحزب الله، ولكن رغم كل هذا لم يستطع أن يفعل أي شيء، وهو متورط في القطاع منذ أكثر من 6 أشهر بدعم منقطع النظير من كل جانب، سواء دعم عسكري أو مالي أو سياسي أو دبلوماسي وغيرها. فكيف له الآن أن يواجه قوة حقيقية مثل إيران أو حتى حزب الله، الذي لا أعتقد أنه يريد في قرارة نفسه أن يخوض معه حربا شاملة، وإنما الذي يريد هو أن تبقى في إطار هذه المناوشات حتى تبقى حالة الطوارئ موجودة داخل الكيان الصهيوني، بما يسمح لنتنياهو بأن يحقق ولو أي إنجاز يواجه به الغضب الشعبي، سواء داخل الغضب الشعبي ضده داخل الكيان أو حتى الغضب ضده داخل حكومته، هذه الحكومة التي وإن اجتمعت البارحة واليوم بسبب الهجوم الإيراني، ولكنها سوف ينفرط عقدها قريبا جدا، لأن ما يفرق بين غالانس ونتنياهو مثلا أكثر مما يجمعهما بكثير. فأعتقد أنه الأمر رغم بشاعة الصورة، رغم كل نعم أعتقد أنه رغم بشاعة الصورة ورغم ما يبدو من أنه ليس في صالح القضية، ولكن توسع أو على الأقل هجمة مثل الهجمة الإيرانية سابقا، أو حتى لو رد عليها الكيان، وأنا أعتقد أنه سوف يرد بشكل أو بآخر، لأنه لا يمكن له أن يفقد أسبقيته في المنطقة. تعرف نعرف جميعا أن الكيان الصهيوني بنى وجوده على 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 خرافة التفوق العسكري، على خرافة على أنه لا يمكن لأي دولة أن تواجهه أو تهاجمه هجوما مباشرا. كسرت هذه القاعدة من قبل المقاومة، ثم كسرتها البارح أيضا إيران، رغم أنه ليس لدينا إحصاءات حقيقية ودقيقة عن الخسائر التي تكبدها الاحتلال أو تكبدها الاحتلال الصهيوني البارحة، وهذا بسبب التكتم الكبير جدا للصهاينة، ولكن أعتقد أن ضربة البارحة كانت مؤلمة حقيقة، كسرت الكثير من الحواجز، كسرت الكثير من الخطوط الحمراء التي عمرت طويلا، سواء بسبب قوة الآلة الحربية الإسرائيلية أو بسبب قوة أو فرض الأمريكان شروطهم على دول المنطقة في كل مرة. ولكن البارحة إيران كسرت هذه القاعدة. صحيح ممكن الرد قد يختلف فيه المحللين السياسيين حول هل هو الرد الذي كان يجب أن يكون أو غيره، ولكن في النهاية إيران ردت. إيران لا تريد الدخول في المنطقة في حرب شاملة، ومن هنا نستطيع أن نعرف كيف كان رد إيران، هل كان ردا منطقيا أو كان ردا دون المستوى. إيران لا تريد الدخول في حرب شاملة، إيران لا تريد أن تخلط المنطقة كلها في حرب ممكن تبقى عشرات السنين. طيب سنحاول أن نناقش هذا المنحى من الحديث مع ضيوف آخرين. أشكرك محمد عرب الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك على كل ما أفدت به، كنت معنا مباشرة من إسطنبول عبر سكايب، شكرا جزيلا. يلتحق بنا الآن من نابلس سليمان بشارات الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك. تحية لك وللسادة المتابعين والمشاهدين الكرام. وكذلك من نابلس محمد بكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أهلا وسهلا بك. أهلا، مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، يعطيكم العافية. طيب
طيب في الجزء الثالث والأخير من هذه التغطية الخاصة نضيء حول انعكاسات الرد الإيراني على التصعيد في الشرق الأوسط من جهتكم، وحسب رأيك كيف تستقرئون الرد الإيراني على الكيان الصهيوني من زاوية الانعكاسات المحتملة في حالة تصعيد على المنطقة عموما؟ هل تسمعني دويكات؟ السؤال موجه إليك. نعم، مساء الخير لك ولكافة المشاهدين، يعطيكم العافية. نعم، يعني بالتأكيد الرد الإيراني على الاعتداءات الصهيونية المتواصلة هو رد طبيعي، وأيضا يعني رادت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن توصل رسالة للاحتلال الصهيوني وأيضا للإدارة الأمريكية ولكل الدول الاستعمارية التي تقف بجانب الاحتلال الصهيوني أنها تستطيع أن ترد بالوقت المناسب والشكل المناسب والطريقة المناسبة. وهذا الرد يعني بصراحة شديدة وفي مكانه، والشعب الفلسطيني بكل مكوناته السياسية وقوى والفصائل المقاومة تقف بقوة بجانب الجمهورية الإيرانية وتدعم هذا التوجه الذي هو يصب بالتأكيد في مصلحة القضية الفلسطينية، وأيضا يدعم بشكل مباشر المقاومة الفلسطينية إن كان في قطاع غزة أو في الضفة الفلسطينية. وبالتأكيد يعني ما جرى بالأمس هو رسالة واضحة وبليغة لهذا الاحتلال، وأن يوم أمس وضع حد لكل العربدات الصهيونية التي كان يمارسها على طوال الفترات السابقة، وأيضا يعني فتح المجال أمام أفق جديد لأن هذا الهالة العسكرية وهذه الدولة الماركة التي زرعت في المنطقة والتي حاول الاستعمار الغرب الإمبريالية العالمية من تسويقها على أنها قوة عظمى لا يستطيع أي قوة في الشرق الأوسط أن تواجهها إن كان على مستوى السلاح أو العتاد والإمكانيات العسكرية والاستخباراتية. وهذا كله كسر أمام اولا يعني كثر منذ 6 شهور امام المقاومه الفلسطينيه، وبالامس ايضا كسرت هذه الهاله التي كان دائما الاحتلال والقوى الامبرياليه والاستعمار في العالم يتغنى بها ويستخدمها كيفما يريد وكيفما يشاء. فبالتالي هذه الرد الطبيعي الذي شهدناه بالأمس هو رد طبيعي ويأتي في سياق دعم صمود الشعب الفلسطيني وأيضا دعم المقاومة الفلسطينية. سليمان بشارات، أعود إليك مجددا وأذكر ما نقلته وزارة الخارجية الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الإيراني عبداللهيان، تأكيدهما المشترك أن أي تصعيد إضافي يمكن أن يؤدي إلى زيادة التوتر بالشرق الأوسط. هل نفهم من هذا بأن الذهاب بالرد الإيراني نحو مرحلة أخرى وأعلى من التصعيد يمكن أن تأخذ بالوضع في المنطقة إلى تبعات وعواقب لا يحمد عقباها وتبعاتها أيضا؟ نعم، يعني بداية دعنا نتحدث عن أن موضوع الرد الإيراني على ما قام به الاحتلال الإسرائيلي من استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق، واضح جدا أن هذا الرد يأتي هو لضبط إيقاع وضبط المعادلة الردعية التي ربما حاول الاحتلال الإسرائيلي أن يتجاوزها من خلال عملية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. وهذه ربما نقطة جوهرية. طبيعة الرد الذي نفذ بالأمس واضح جدا أنه
سار بمسارين أساسيين وحمل مؤشران مهمان جدا، المسار السياسي الدبلوماسي والمسار الأمني العسكري الاستخباراتي، وكلا المسارين باعتقادي كانا متلازمين بشكل كبير جدا، وحمل إيقاعا ثابتا وإيقاعا مدروسا بشكل كبير جدا. الهدف الأساسي منه هو محاولة منع الاحتلال الإسرائيلي بالذهاب أبعد مما يحاول دائما أن يخرق قواعد الاشتباك وقواعد معادلات الصراع، سواء فيما يتعلق في العلاقة الإسرائيلية في منطقة الشرق الأوسط أو حتى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وهذا ربما يعيدنا إلى ما قبل 6 شهور في 7 أكتوبر وما ترتب على ذلك من أن الاحتلال الإسرائيلي الذي تعرضت منظومته الأمنية والاستخباراتية إلى هزة حاول أن يعوضها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الهروب إلى الأمام، من خلال محاولة فتح جبهات أخرى أو محاولة الهروب من خلال تعويم حالة الصراع وشموليتها إلى أن تشمل المنطقة. ولكن يبدو أن الاحتلال الإسرائيلي هو قرأ المتغيرات الإقليمية والمتغيرات حتى الدولية بشكل خاطئ، واعتقد أن في ذهابه إلى تنفيذ الاستهداف في القنصلية الإيرانية في دمشق أنه ربما يحاول من خلال ذلك تحقيق أهداف لم يتوقع من خلالها أن تكون الأمور أو تتدحرج الأمور لتصل إلى ما وصلت إليه الليلة الماضية. هذه ربما نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية وهو الموقف الإيراني ربما هو لا يقرأ بحد ذاته فقط في الرد الذي جرى بالأمس، هو يقرأ ما قبل هذا الرد وخلال الرد وما بعد الرد. والتصريحات التي ربما أدلى بها يعني وزير الخارجية الإيرانية ظهر اليوم وكذلك الأمر الموقف الروسي واضح جدا أن هناك قراءة للمستقبل السياسي والدبلوماسي للعلاقة التي يمكن أن تقوم عليها أو الجهد الدبلوماسي الذي يمكن أن تقوم عليه طهران ما بعد الرد العسكري والميداني. وهذا الجهد الدبلوماسي حتى وإن حاولت الولايات المتحدة الأمريكية الظهور الآن على أنها ستحاول الذهاب إلى مجلس الأمن ومحاولة فرض عقوبات على المؤسسات سواء الحرس الثوري الإيراني أو المؤسسات الإيرانية أو حتى الحديث الإسرائيلي من أنها ستقود الآن حربا دبلوماسية ستحاول من خلال وهناك أيضا في المقابل هناك جلسة منتظرة بمجلس الأمن بطلب من الكيان حول الرد الإيراني. ما المنتظر برأيك؟ هل ستكون هناك عقوبات على طهران التي تقول بأن ردها كان في إطار المادة 51 وإطار رد فعل حول استهداف الكيان لسفرتها في دمشق؟ نعم، وهذه ربما النقطة التي كنت أود الوصول لها، أن السعي الإسرائيلي والأمريكي لمحاولة تحجيم النفوذ السياسي الإيراني في المنطقة أو في العالم هي لن تكون واقعية ولن تكون لها ذات تأثير كبير جدا، بل بالعكس هي ستكون نقطة حرج للولايات المتحدة الأمريكية أولا وثانيا للمؤسسات الدولية. طهران عندما ذهبت للتحضير للرد الذي شاهدناه بالأمس هي ذهبت قبل ذلك إلى مجلس الأمن وطلبت استصدار يعني موقف من قبل المجلس الأمن يدين الانتهاك الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف القنصلية الإيرانية، لكن لم يصدر بيان واضح ولم يصدر أي رد من قبل مجلس الأمن يدين الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي وكأن طهران أرادت تحرج المجتمع الدولي في أن أي موقف آخر سيصدر ما بعد الرد الإيراني سيكون موقفا محرجا للعالم بشكل أساسي. هذه النقطة. النقطة الثانية أنه حتى وإن تم إصدار قرارات أو إصدار ربما عقوبات بحق يعني المؤسسة الأمنية الإيرانية والجيش الثوري الإيراني، باعتقادي أن هذا الأمر لن يعبر عن مضامين قوية، باعتبار أن العلاقة أيضا التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية والعالم بطهران هي ليست بالعلاقة الوردية، وبالتالي لن يكون له أي تأثير وتداعيات على الأرض، هو سيحمل رمزية فقط ولن يكون له تأثيرات فعلية على الأرض، وهذا ربما طهران هي تتوقعه بشكل كبير جدا. لكن كما قلت الإشكال الآن والتحدي الآن أمام الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي في كيفية النظر إلى الانتهاك الإسرائيلي الذي نفذ في دمشق
في المقابل كيف سيكون تقييم الموقف الدولي تجاه الرد الإيراني؟ لأنه في نهاية المطاف كما تفضلت أن طهران هي أيضا بررت للعالم ككل طبيعة الرد التي ستذهب إليه، بل وضعت العالم أمام صورة الرد وكيف سيكون الرد، بل بالعكس العالم بالأمس تابع على الشاشات طبيعة الرد، وهذا ربما هو نقطة الحرج الكبيرة على المنحة الدبلوماسي والسياسي على المستوى الدولي. طيب أعود إليك محمد دويكات، العالم بالأمس تابع تفاصيل الرد الإيراني، في المقابل أنت كفلسطيني والفلسطينيون خاصة في قطاع غزة، بأي منظار تابعوا الرد الإيراني وكيف يمكن أن يخدم هذا الرد القضية الفلسطينية في إطارها الأوسع والأشمل؟ يعني بالتأكيد بالأمس يعني تابع كل أبناء الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة هذا الرد بالتصفيق الحار والهتافات للجمهورية الإيرانية وللمقاومة، وهذا الرد بالتأكيد يعني هو يأتي في سياق دعم المقاومة وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وأيضا يعني تعزيز للوجهة التي يعمل عليها الفلسطينيين بشكل متواصل، وهي المقاومة الباسلة بكل أشكالها. وهذا يعني ما رأيناه في الميدان بالأمس، حيث خرج الآلاف من المواطنين الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون ساعة الرد ودقيقة الرد على يعني صفيح ساخن، وأيضا يعني المقاومة الفلسطينية التي نشهد يعني بشكل يومي كيف تتصدى لهذا الاحتلال، يعني أخذت نشوة الانتصار، وأيضا يعني تقدمت بسلسلة عمليات نوعية إن كان في الضفة وأيضا في قطاع غزة. فبالتالي هذا الرد بالتأكيد يأتي في إطار إسناد المقاومة الفلسطينية، وحق إيران أن ترد على مثل هذه الاعتداءات الفاشية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني وبحق يعني السيادة الإيرانية. نعم، حول هذه النقطة بالذات أستاذ دويكات، على أي مستوى سيكون للرد الإيراني تأثيرا إيجابيا على فصائل المقاومة في غزة من جهة، ومن جهة أخرى على أي مستوى يمكن أن يخفف على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وطأة القصف والمجاعة ومختلف مظاهر ومشاهد الدمار في القطاع؟ يعني هو أولا يعني الحكومة اليمينية الصهيونية وعلى رأسها بنيامين نتنياهو بهذا الاستهداف للسفارة الإيرانية أراد يجر الإدارة الأمريكية إلى حرب مع إيران وخلط الأوراق في المنطقة حتى يغطي على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني. ولكن يعني هذا التوجه بالتأكيد فشل فيه نتنياهو وزمرته، والإدارة الأمريكية يعني تابعنا بشكل واضح كيف كان ردها وكيف تصرفت وتعاملت مع هذا الموضوع. يعني هي تدعم الاحتلال الصهيوني وتوفر له غطاء سياسي، ولكن يعني بهذه العملية هي يعني قالت بشكل واضح هي لا تريد أن تخوض معركة نيابة عن الاحتلال وعن جيش الاحتلال الصهيوني، فتركت الاحتلال الصهيوني يتصدى أو يستقبل هذه الضربة وهذا الرقاد دون أن تحرك ساكنا. وأيضا يعني على مستوى القوى والفصائل الفلسطينية، يعني الشعب الفلسطيني بشكل عام كان يعيش حالة الخذلان من كل الأنظمة العربية الرجعية التي ما زالت تقف وتتفرج كيف يذبح الشعب الفلسطيني من الوريد إلى الوريد. ومنذ اليوم الأول الجمهورية الإيرانية ومحور المقاومة وفصائل يعني حزب الله والجيش اليمني يعني
تحركوا وأسندوا المقاومة الفلسطينية، وهذا له تقدير عالي في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني، وأيضا يعطي المقاومة وفصائل المقاومة دفعة إلى الأمام باتجاه التصدي لهذا الاحتلال والصمود والثبات في معارك المواجهة ضد هذا الاحتلال. فبالتالي أي جهد يعني تقوم به الجمهورية الإيرانية وكل يعني محور المقاومة هو بالتأكيد يعزز صمود الشعب الفلسطيني ويعزز المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونحن كفصائل المقاومة يعني نقف بشكل واضح وقوي بالجانب الجمهورية الإيرانية وندعم هذا التوجه، ونحيي هذه الشجاعة التي تجلت، وكان ليس يعني هذه الجمهورية التي أقرنت القول بالفعل وبالفعل يعني نفذت ما قالت أو ما صرح به قادتها أنها تضرب هذا الكيان الصهيوني. طيب. وإعلان أو التوكيد يعني وإعلان التوكيد يعني هذا دليل واضح على قوة الجمهورية الإيرانية في توجيه ضرباتها، وأيضا هذا يشكل يعني نقطة قوة لدى الجمهورية الإيرانية، وأيضا يعطي حافز بقوة والفصائل الفلسطينية بالاستمرار في المقاومة والتصدي لسياسات الاحتلال الصهيوني. أعود إليك سليمان بشارات، في حال ما انتهج الكيان الصهيوني ردا ما على طهران وتطورت الأوضاع أكثر وزادت وتيرة التصعيد، ما حجم التهديدات المرتقبة حسب تصورك؟ نعم، يعني دعنا بداية نتحدث عن خيارات الرد الإسرائيلي. الخيارات ربما هي تنقسم إلى مجموعة من الخيارات. خيار أن يكون هناك رد عسكري إسرائيلي موازن ومواجه لذات الرد الإيراني، وهذا ربما يفتح الخيارات والأمور أمام إمكانية أن يتم دحرجة كرة الثلج للوصول ربما إلى حالة من الصراع وحالة من الحرب الشاملة، وهذا ربما من الخيارات المستبعدة حتى هذه اللحظة، لأن ردا إسرائيليا على الرد الإيراني لن يكون إلا بمثابة أن يكون هو صب الزيت على النار وبالتالي اشتعال المنطقة ككل. الخيار الثاني هو أن يكون هناك ابتلاع إسرائيلي للرد الإيراني ومحاولة الذهاب إلى خيارات أخرى تتعلق بالمسارات السياسية أو الدبلوماسية أو الحديث عن أن هناك مصالح مشتركة وما إلى ذلك مع العالم، وهذا ربما هو نوعا ما الأكثر ترجيحا حتى هذه اللحظة. وإذا ما ذهبنا إلى طبيعة التصريحات التي بدت بشكل مباشر من الرئيس الأمريكي ومن ثم طبيعة الردود التي صدرت هذا اليوم من قبل وزير الخارجية الإسرائيلي وكذلك بعضا من الشخصيات والقيادات الإسرائيلية بما فيها جنتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، كلهم يتحدثون الآن عن أن هناك معركة دبلوماسية وسياسية ستخوضها إسرائيل في مواجهة الوجود الإيراني والموقف الإيراني، وهذا يدلل على أن إسرائيل الآن يبدو أنها لن تستطيع أن تذهب إلى رد عسكري مواجه، خشية أولا ربما نزولا عند الطلب الأمريكي، وثانيا خشية من تداعيات ذلك على المنطقة بشكل كامل، وأن هذا الأمر سيضر بالمصلحة الدولية ككل. الخيار الثالث وهو ربما الذي يجمع ما بين الخيارين الأول والثاني بمعنى آخر، أن يكون هناك مسعى إسرائيليا في الوقت الحالي إلى المسارات الدبلوماسية ومحاولة دعني أقول البقاء ضمن سقف معين من التهديدات والوعيد، ولكن ربما تلجأ إسرائيل في المنظور البعيد نوعا ما إلى بعض الاستهدافات، لكنها هذه المرة لن تكون مباشرة كما كان وكما جرى الأمر في القنصلية الإيرانية في دمشق، بل ربما تعود إسرائيل لذات السياسات ما قبل ذلك من خلال عمليات الاستهداف لقيادات وشخصيات تتبع إما لشخصيات إيرانية بشكل مباشر أو لبعض أذرع المقاومة التي هي ذات علاقة وتماس بطهران، وهذا ربما هو النمط الذي كانت واعتادت عليه إسرائيل في السابق، وبالتالي تحاول من خلاله تسويق أنها
تستطيع أو توجه رسائل وأنها تستطيع. ولهذا السبب يعني الآن ربما دعني أقول العالم ككل لم يعد كما كان عليه بالسابق، بمعنى آخر أن الخيارات ستكون متاحة أمام إسرائيل وأنها ستتحكم في طبيعة ومساحات ومسارات هذه الخيارات، بل أن هناك الكثير من التقاطعات المصالحية أولا، وثانيا السياسية، وثالثا التحولات أيضا في المنطقة ككل في ظل الحرب التي تجري في قطاع غزة، وكذلك الأمر التحولات السياسية في المنطقة والعالم. يلتحق بنا الآن من تونس المحلل السياسي سالم بولبابة، أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بك، تحياتي للضيوف الكرام ولكل متابعي قناة الجزائر الدولية. نتحدث عن الخيارات المرتقبة بعد الرد الإيراني، هل سيكون هناك رد محتمل من الكيان تصعيد في اتجاه إيران، لكن في المقابل يبدو أن هناك تصعيدا في اتجاه قطاع غزة بدليل ما ذكرته قوات الاحتلال الصهيونية بأنه قبل قليل بأنه سيتم تجنيد نحو لواءين من قوات الاحتياط لتنفيذ المهام العملياتية في قطاع غزة؟ يبدو أن هناك تصعيدا لكن في اتجاه قطاع غزة وليس في اتجاه طهران. طبعا هو ما حصل ليلة أمس يعني بكل تأكيد يعني كان ضربة مؤلمة وموجعة جدا للكيان الصهيوني، وما التصريحات التي طبعا يدلي بها اليوم المسؤولين الصهاينة هي في إطار ربما الحرب النفسية والاستيعاب يعني هذه الضربة الإيرانية، لأن هذه الضربة خلقت معادلة جديدة لم تكن موجودة في السابق. تقريبا منذ سنة 1991 عندما ضرب العراق أو قصف العراق الكيان الصهيوني في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، لم تجرؤ دولة في المنطقة هناك على ضرب هذا الكيان، تحدث عن دولة طبعا ليس عن منظمات مقاومة أو جهات مقاومة. بالطبع هنا هذا حصل ليلة أمس بهجوم كبير يعني بالمسيرات وبالصواريخ الباليستية والصواريخ المجنحة كذلك. الهجوم الإيراني على إسرائيل بكل تأكيد هو رسالة طبعا كان بإمكان إيران أن تكون هذه الضربة أقوى وأكثر تأثيرا وتدميرا، لكنها هي في النهاية أرادت أن توجه للكيان الإسرائيلي أن الاعتداء على سيادتها، لأن عندما تحدث عن ضرب قصف القنصلية الإيرانية في سوريا هو اعتداء على الدولة الإيرانية، لأن هذه القنصلية تحمل علم الدولة الإيرانية، فبالتالي هنا من حق إيران الدفاع عن نفسها. هذا في إطار القانون، الرد كان ذكي ولم يكن متهورا، والسياسة طبعا دائما تبنى على الحكمة وعلى الذكاء، ومعروف يعني الإيرانيين في هذا الخصوص كما يسمى سياسة الفستق الإيراني يعني معروفة جدا، يعني يعرفون جيدا كيف يتعاملون مع الأحداث ومع الملفات الشائكة خصوصا. الضربة هنا أساسا توجهت إلى قاعدة نيفاتيم الجوية التي انطلقت منها الطائرات الإسرائيلية والتي قصفت القنصلية الإيرانية في سوريا. بكل تأكيد الضربة الإيرانية على لو نتحدث على المستوى المادي إسرائيل كبدتها كثيرا تقريبا، وهذا باعتراف يعني وسائل الإعلام الإسرائيلية، تقريبا مليار دولار خسرتها إسرائيل، في مقابل أن يعني مسيرات شاهد الإيرانية تكلفتها 30,000 دولار. فبالتالي هنا وهذه المسيرات هي مسيرات انتحارية واستعملتها روسيا كثيرا في حربها في أوكرانيا، نفس الشيء كذلك تستعملت صواريخ كروز وصواريخ أخرى. الفارق في هذا كله وطبعا إيران لها صواريخ فرد صوتية، لها صواريخ كذلك أخرى ومسيرات أخرى كذلك متطورة جدا يمكن أن تحمل الكثير وذات سرعة عالية، لكن هي أرادت ضمن قواعد الاشتباك المعروفة أن توجه رسالة للكيان الصهيوني. هذه الرسالة أن هذا الكيان، هذا البعبع الذي يخاف منه الكثير خاصة من الأنظمة العربية العميلة، صار بالإمكان الرد عليه وضربه في عقر داره، وهذه معادلة جديدة في المنطقة يعني، وهذه سيقرأ لها الإسرائيليون 1000 حساب ورعاتهم الأمريكان خصوصا. لذلك نرى التصريحات الأمريكية اليوم يعني تدعو نتنياهو إلى عدم إلى التنسيق مع الإدارة الأمريكية في أي عمل خارجي هناك، لأنهم أحرجوهم، وبالتالي لا تريد الولايات المتحدة الأمريكية أن تتورط في صراع وعدم شن أي هجوم تجاه طهران. بالطبع تجاه طهران، وهذا يذكرنا لو نتذكر يعني في جام في سنة 2020 عندما اغتال الأمريكان يعني في العراق
قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، كان الرد الإيراني طبعا على في العراق على قواعد أمريكية، ولكن نتذكر وقتها أن رئيس مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي وجهت انتقادات شديدة وشديدة جدا لدونالد ترامب، ودعته إلى عدم المغامرة بمصالح أمريكا في الخارج إلا بعد التنسيق مع دوائر القرار الأمريكي. وهذا ربما ما صرح به اليوم كذلك رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي الذي دعا إدارة بايدن إلى عدم التصعيد مع إيران في المنطقة. إذن فبالتالي أعتقد أن الرسالة وصلت إلى الكيان الصهيوني. تداعياتها الآن بالطبع هي هناك تداعيات خطيرة سأتحدث عن التداعيات أستاذ سالم أبو البابا، لكن بعد فاصل قصير ونحاول بعدها أن نكمل النقاش معك ومع ضيوفي الأكارم من نابلس. ابقوا معنا. متواصلون معكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الثالث والأخير من التغطية المتواصلة على قناة الجزيرة الدولية لمتابعة الرد الإيراني على استهداف الكيان الصهيوني لسفارة طهران في دمشق، وواصل النقاش معك ضيفي من تونس المحلل السياسي سالم بولبابا. توقفنا عند تداعيات الرد الإيراني على استهداف الكيان لسفارة طهران في دمشق. نعم، هذا الرد يؤكد مرة أخرى ويثبت دائما أن إيران هي قوة إقليمية فاعلة في المنطقة، والسياسة دائما هكذا، السياسة تقوم على الصراع وتقوم على إثبات الذات وعلى كذلك وجود مناطق نفوذ في المنطقة. أثبتت إيران مرة أخرى أنها قوة فاعلة في المنطقة، يقرأ لها ألف حساب وسيقرأ لها ألف حساب بعد رد يوم أمس، لأن هذا العالم لا يحترم إلا الأقوياء ولا يحترم المهاجرين هنا والخائفين والضعفاء والجبناء والعملاء والمطبعين خصوصا. إيران هنا طبعا بهذه العملية بكل تأكيد يعني ستسعى إلى توسيع نفوذها في المنطقة ولها أهدافها، ولكنها هي في النهاية إيران ترعى محور المقاومة في المنطقة. المسألة الثانية كذلك التداعيات على المعركة مع الكيان الصهيوني حتى لدى الدول الأخرى، دول الشرق العربي هنا على وجه الخصوص، بأن إسرائيل وهذا الكيان هو ليس إلها أو نصف إله كما يصوره البعض، وأنه لا يمكن هزمه أو لا يمكن الإضرار به، بل يمكن الانتقام منه وعلى جرائمه، ليس فقط بمجرد الاستعراض الكلامي ولكن كذلك بالفعل رغم بعد المسافة. ولكن إيران كذلك لديها أذرع في كل المنطقة وقادرة على مواصلة الحرب بطرق مختلفة. نفس الشيء كذلك ارتداداتها على طبيعة مكانة البلاد في طبعا مكانة إيران كدولة في المنطقة ستتعاظم ونفوذها سيقوى بكل تأكيد في الخليج خاصة. نفس الشيء كذلك على مفاوضات هنا وقف إطلاق النار في حول طبعا العدوان على غزة. أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكان وحلفائهم طبعا سيسعون بكل طبعا جدية إلى محاولة وقف القتال، وقف إطلاق النار. نعلم أنه تم تقريبا حركة حماس ردت يوم أمس على المقترحات الوسطاء المصريين والقطريين. بكل تأكيد يعني الإدارة الأمريكية صارت كذلك تضيق ذرعا بتصرفات نتنياهو الذي يريد جرها إلى معارك أخرى سواء مع إيران أو مع لبنان، وهذه كانت الغاية، لأن نتنياهو في النهاية يريد من خلال توسيع الحرب هو البقاء في منصبه، لأنه يعلم أن نهاية الحرب أو نهاية المعركة تعني نهايته السياسية ومحاكمته كذلك. بالتالي هي أمريكا طبعا هي تسعى إلى حماية أمن إسرائيل مثل بريطانيا، وتريد ربما حماية إسرائيل من نتنياهو، لأن نتنياهو صار يشكل عبئا، وصارت الحرب يعني وهذا نتبعه في الصحافة الأمريكية، صارت الحرب وكأنها مسألة تتعلق بحسابات شخصية له ولعائلته. أعتقد أن هذا سينعكس إذن على مفاوضات وقف إطلاق النار، سينعكس كذلك على مكانة إسرائيل داخل المنطقة. إسرائيل ككيان وظيفي يعني وضعته الإدارة الأمريكية هنا لخدمة مصالحها، أعتقد أن هذا الكيان
تقريبا الآن بعد 7 أكتوبر وبعد 14 أبريل الجاري صار كيانا غير قادر على الدفاع عن نفسه، وبالتالي أمريكا ستفكر 1000 مرة في مستقبل هذا الكيان الذي لولا الدعم الأمريكي ولولا الدعم الغربي لما بقي يعني أسابيع. في هذه النقطة تحديدا أشارك النقاش مع ضيفي من نابلس محمد دوكات، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. حسب رأيك محمد، هزيمة الكيان الاستراتيجية في 7 أكتوبر بعدها النفس الطويل الذي أبدته المقاومة الفلسطينية بمختلف فصائلها في قصف الكيان الصهيوني وفي عمقه، وأيضا بعدها الرد الإيراني، هل يكشف ويؤكد مجددا ويكسر فقاعة وبعبع أن الكيان الصهيوني وقوته لا تقهر ولا تمس برأيك؟ بالتأكيد، يعني هذا الكيان الوظيفي الذي يعني سوق على مدار سنوات طويلة أنه كيان يتمتع بقوة عسكرية واستخباراتية وأيضا قوة اقتصادية وكل ما يلزمه، يعني تم يعني توفيره من خلال الإدارة الأمريكية والدول الاستعمارية والدول الإمبريالية حتى يكون هذا الكيان يعني كيان قوي ومتماسك ويفرض ما يريده في المنطقة على الدول الضعيفة والدول وحكام الدول الراجفين من هذا الكيان ومن الإدارة الأمريكية، وكل هذا المسعى الذي تواصل على مدار سنوات طويلة سقط وانكسر أمام أولا في 7 أكتوبر وثانيا بالأمس عندما نفذت وعدها الجمهورية الإيرانية، وبالتالي هذا الكيان أصبح ضعيفا هش، لا يستطيع البقاء إلا بدعم من الإدارة الأمريكية، والإدارة الأمريكية تدرك تماما أن هذا الكيان يعني وجيشه الذي كان بمثابة الأسطورة والجيش الذي لا يقهر والذي لا يهزم هزم وانكسر، ويعني رأينا كيف كسرت شوكة هذا الجيش في معركة 7 أكتوبر وبالأمس، وبالتالي الإدارة الأمريكية خلال الفترة القادمة ستسعى بشكل حثيث وقوي لإعادة يعني ترميم هذه الصورة وبناء صورة قوية متماسكة، وهذا بالتأكيد ستحاول فتح مسارات جديدة وتعزيز المسارات التي كانت تعمل عليها وهي تطبيع العلاقات مع الدول العربية أو بعض الدول العربية للأسف الشديد، وهذا بالتأكيد يعني تعتقد الإدارة الأمريكية أنه يصب في اتجاه تعزيز وجود هذا الكيان الصهيوني قوي في المنطقة وذات نفوذ وهيمنة كبيرة، ولكن يعني صمود الشعب الفلسطيني، صمود المقاومة، إرادة الجمهورية الإيرانية في التصدي لهذا الاحتلال ولسياساته الدموية التي يمارسها على الشعب الفلسطيني والعربدة التي كان يمارسها على عدد من الدول العربية، وأيضا خلال الفترة الماضية كيف كان ينفذ عمليات اغتيال في عدد من الدول العربية دون أن يعاقب أو أن يلاحق، فبالتالي بالأمس يعني نحن أصبحنا أمام مرحلة جديدة من الصراع الوطني الفلسطيني مع هذا الكيان الصهيوني، وأيضا مرحلة جديدة على مستوى الشرق الأوسط، وهذه المرحلة بالتأكيد يعني كل المؤشرات تتجه باتجاه يعني تعزيز الحقوق الوطنية الفلسطينية وتعزيز المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني أمام هذا الاحتلال وسياساته الدموية التي تدعمها بشكل مطلق الإدارة الأمريكية وكل دول الاستعمار في العالم. طيب. بالتالي
بالفعل نحن أمام مرحلة جديدة، وهذه المرحلة هي بصراحة هي مرحلة فرد ما بين من يقف بجانب الحقوق الوطنية الفلسطينية بالقول والفعل، وهذا يعني لمسناه نحن كفلسطينيين وندركه تماما، أن ثبت بالملموس أن هناك دول كانت تبيعنا أوهام، تبيعنا شعارات، وكل هذه الشعارات سقطت في أمام صمود الشعب الفلسطيني، وأيضا انكشف زيف هذه الشعارات التي كنا طيب على ذكر هذه سنوات طويلة نسمعها من بعض قادة الدول العربية على ذكر هذه الشعارات، صراحة يتآمرون وينفذون المخططات الاستعمارية الصهيونية الأمريكية على أو يحاولون فرضها على الشعب الفلسطيني. طيب سالم بولبابا، أعود إليك مجددا، إذا كان أكيدا وواضحا بأن ما يسمى الجيش جيش الكيان الذي لا يقهر هو مجرد فقاعة، وبأن الكيان هو كيان الأكثر ديمقراطية في المنطقة أيضا مجرد كلام وشعارات جوفاء، إذن ما المنتظر لوضع حد لهذا الكيان وإنهاء عدوانه وجرائمه المتواصلة في قطاع غزة لأكثر من 6 أشهر أي نصف عام؟ نعم، هو طبعا الكيان الصهيوني بنى سرديته على جملة من المعطيات، أنها طبعا أنها أرض الميعاد، أنه الجيش الذي لا يقهر، أنه تقريبا هو ملاذ، هو جنة الأرض بالنسبة لليهود، وعدهم بيعني أشياء كثيرة. وبالطبع هنا ما حصل منذ طوفان الأقصى من 7 أكتوبر إلى اليوم، يعني عندما تحدث عن حالات الهروب الجماعي من 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 فلسطين المحتلة في المطارات الصهيونية، خاصة هروب رجال الأعمال والمؤثرين الإسرائيليين، يعني خاصة من يهود أوروبا، ندرك حجم الأزمة التي يعيشها الكيان الصهيوني. هناك أزمة حقيقية كبيرة يعيشها هذا الكيان اليوم، يعني إسرائيل التي بنت سرديتها على كل هذه المقولات وعلى الردع وعلى أنها يدها طويلة وتفعل كل شيء، هذه سقطت. والجيل الحالي من القادة الصهاينة ومن كذلك من الجيش الصهيوني هو ليس كجيل المؤسسين، يعني هذا جيل انتهازي، جيل يعني ليس جيل مبادئ، لا يؤمن بدولة إسرائيل، ويعرف جيدا بأنها أنه يعني أن هذه الأرض ليست أرضهم، هم طبعا أتوا من كل من مختلف أنحاء العالم، خاصة أوروبا الشرقية والغربية وغيرها، فبالتالي يعلمون جيدا أنها لا يدافعون عن أرضهم ولا يدافعون عن منازلهم، هم جاءوا من أجل المصلحة والمنافع المادية وتحقيق بعض أحلامهم، يعني في الـ في الـ في الـ في المال وفي التطلعات المستقبل إلى غير ذلك وفي المنزل وفي غيرها. عندما يجدون أنفسهم منخرطون في حرب، يعني حرب بكل تأكيد، لذلك نرى كل هذه الهجرة العكسية الآن، ونرى كذلك أن هذا الجيش غير قادر على خوض حرب. لأول مرة الصهاينة يشعرون بأنهم غير قادرين على خوض هذه الحرب، وهذه صرح بها يعني حتى رئيس الموساد الأسبق، كما صرح بها كذلك النطق باسم كتاب القسام أبو عبيدة عندما قال بأننا نواجه جيشا غير مهيئ للحرب. الآن في تداعياتها على الكيان الصهيوني، إذن هناك مشكلة الآن وجودية داخل الكيان الصهيوني. إسرائيل الآن تخوض حرب وجود حقيقي، ولذلك الولايات المتحدة الأمريكية تقريبا استنفرت كل إمكانياتها هنا من أجل المحافظة على هذا الكيان الوظيفي. إسرائيل ليست دولة، إسرائيل هو جيش له دولة، هذا الجيش ضرب في مقتل يوم 7 أكتوبر، وهذا الجيش كذلك أذل ليلة الأمس، يعني ليلة أمس المقاتلات البريطانية والأمريكية هي التي اعترضت المسيرات الإيرانية، يعني نفس الشيء كذلك هذا الكيان صار عبء على الولايات المتحدة الأمريكية، لأن دعمه بالسلاح وبالذخيرة، الذخيرة يعني لا تصنع في إسرائيل ولا تصنع حتى في مصانع حربية أمريكية، تصنع في مصانع مدنية هنا ويتم شراءها، يعني تدفع مال، لأن أموالها تدفع يدفعه الأمريكي يعني ليزود بها الإسرائيلي، فبالتالي صار يعني صار عبء كبيرا. زوال هذا الكيان مرتبط بأمرين أساسيين، وهذه ذكرهما حتى العلامة يعني عبد الوهاب المسيري رحمه الله في كتابه اليهود واليهودية والصهيونية. زوال إسرائيل مرتبط بنهاية الدعم الأمريكي، وهذا قد يتحقق عندما يعني إسرائيل هي من نتائج الحرب العالمية الثانية كما نعلم، فبالتالي إذا زالت الحاجة إليها ستتخلى عنها أمريكا،
وكذلك بزوال بعض الأنظمة العربية العميلة التي تحمي هذا الكيان. لقد أثبتت هذه المعركة ليلة أمس خاصة أن القبة الحديدية الحقيقية هي بوجود بعض الأنظمة العربية العميلة، هذه هي القبة الحديدية التي تعتمد عليها إسرائيل في اعتراض الصواريخ والمسيرات الإيرانية سواء من اليمن أو من إيران أو من غيرها. إذن فبالتالي أعتقد أن مستقبل هذا الكيان صار الآن موضع تساؤل حتى لدى الفاعل الأمريكي نفسه. الأمريكان يعني هم أناس براغماتيين يعني واقعيين جدا، صحيح أنهم يرعون هذا الكيان ويحاولون توفير كل شيء له، لكنهم في النهاية يحترمون الأقوياء وكذلك يفاوضون الأقوياء، ويمكن أن يصلوا إلى أي نتيجة. أعتقد يعني أن على المدى المنظور أن إسرائيل ككيان لقيط في المنطقة ستصبح يعني ربما خلال عقد يعني من الماضي. هل يمكن القول بأن مسيرة التاريخ هل أفهم من كلامك سالم بولبابا بأن الولايات المتحدة خلال الفترة القادمة إذا ما تم المساس بمصالحها بصفة مباشرة قد تتخلى عن الكيان بصفة نهائية؟ هذا بكل تأكيد. الإدارة الأمريكية يعني عندما تدرس يعني مثلا مخرجات خاصة هنا مركز كارينجي هنا، وكذلك عندما ندرس يعني ما يكتب حتى في الصحافة الأمريكية ولبعض المؤرخين الأمريكان يعني خاصة في علم المستقبليات، الكيان الإسرائيلي يعني خاصة بعد 7 أكتوبر صار عبئا على الإدارة الأمريكية، عبء مالي، عبء أخلاقي كذلك، لأن ما قام به الجرائم التي ارتكبها العدو الصهيوني من إبادة جماعية في فلسطين في غزة خصوصا يعني ويحظى بدعم أمريكي كبير وبتغطية، لاحظنا ذلك حتى في لدى محكمة العدل الدولية، هذا سبب حرجا كبيرا للأمريكان هنا، لأنهم وجدوا أنفسهم يحمون مجرمي حرب حقيقيين ويحمون كذلك فظاعات لا يمكن للعقل البشري يتقبلها. فبالتالي أعتقد أن هذا كيان وظيفي، هو طبعا زرع من أجل وظيفة معينة لتأمين مصالح أمريكا في المنطقة. أعتقد أن تأمين المصالح الأمريكية في المنطقة يمكن أن يوجد بطرق أخرى، عبر مفاوضات، عبر يعني صفقات جديدة مع دول المنطقة دون الحاجة إلى هذا الكيان. هذا الكيان كانت الغاية منه ربما في وقت ما كقاعدة عسكرية متقدمة كما قال كيسنجر، من أجل ربما قاعدة عسكرية تجاه المعسكر الاشتراكي الشيوعي، أو كذلك من أجل هنا سلب الأموال العربية بفرض يعني على دول الخليج خاصة ودول الشرق شراء السلاح الأمريكي إلى غير ذلك. طيب يعني هذا البعبع انتهى دوره الآن، انتهى دوره، لم يعد ذا قيمة. نفس الشيء كذلك أخي العزيز، لابد من أن نشير إلى مسألة معينة. طيب. أن المعادلات في المنطقة في الشرق الأقصى وفي الشرق الأدنى تغيرت الآن، حتى ما كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتزعزع في العالم، يعني هناك لاعبين جدد. انظر أنت رد الفعل الروسي، موقف بوتين، موقف روسيا أيضا من الهجوم الإيراني، وعن رد الفعل الأمريكي. يعني عندما تتحدث روسيا أنها إذا تصرفت الأمريكا ربما بطريقة ما ضد إيران فأنها ستقف إلى جانب إيران. يعني المعركة في أوكرانيا والمعركة وروسيا تريد توريط أكثر الإدارة الأمريكية في الشرق الأوسط هنا. بالطبع المكانة الولايات المتحدة الأمريكية كدولة قائدة سابقا في العالم انهارت الآن مع تعدد الأقطاب. هذه من ينظر إلى أمريكا وإلى إسرائيل على أنهم آلهة وأنصاف آلهة، هؤلاء لا ينظر إلى ذلك إلا بعض الأنظمة على الصف العربية العميلة. يعني العالم يتغير ويعيد تشكيله من جديد. يعني هذه الفئة القليلة من أبناء قطاع غزة من فصائل المقاومة التي استطاعت أن تحقق معجزة أسطورية أمام هذا الجيش، يعني فعلا غيرت معادلات كثيرة. بالإضافة إلى ذلك ما حصل ليلة أمس من هذا الرد الإيراني الكاسح كذلك، ومن خلال كل العمليات اللي تحصل، أعتقد أن إسرائيل كدولة والولايات المتحدة نفسها كدولة لا يمكن أن تضحي بمصالحها على حساب فئة قليلة هنا ربما لأغراض شخصية يريدها نتنياهو أو غيره. طيب. أعتقد أن المنطقة مقبلة على تغيرات كبيرة وكبيرة جدا في العقد القادم خصوصا. محمد أدويكات، إذا كان العالم يتغير ويتشكل إلى عالم متعدد الأقطاب، إذا كان الواقع هنا في فلسطين المحتلة بأن السردية الصهيونية تزداد اضمحلالا يوما بعد يوم، إذا ما الخطوة القادمة التي يجب أن تكون سواء من أي طرف لإنهاء الظلم، لإنهاء العدوان، لإنهاء جرائم الإبادة، لإنهاء سياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين العزل والأبرياء في قطاع غزة؟
نعم، يعني هذا السؤال بصراحة سؤال كبير جدا ومهم جدا. يعني أولا نحن بحاجة ماسة وجادة، يعني أولا بما يخص المقاومة والشعب الفلسطيني، الشعب الفلسطيني موحد على خيار واحد هو المواجهة المفتوحة مع هذا الاحتلال، والمقاومة تفعل فعلها في هذا الاحتلال، وهذا بالتأكيد يعني الحاضنة الجماهيرية الواسعة من أبناء شعبنا الفلسطيني التي تحتضن المقاومة ورجال المقاومة هي العامل الرئيسي في استمرار هذه المقاومة ومواصلة المقاومة. وأيضا يعني نحن بحاجة ماسة إلى توحيد كل الجهود العربية الجماهيرية من خلال يعني مخاطبة الأحزاب والقوى التقدمية في الوطن العربي من أجل أن تشكل بالفعل جبهة قوية تضغط على هؤلاء الحكام لكي يقفوا بشكل واحد وموحد ضد هذا الاحتلال، وأن يكون هناك تهديد فعلي للمصالح الأمريكية في المنطقة حتى ترفع الإدارة الأمريكية يدها عن هذا الاحتلال. وبالتالي كما قال ضيفك العزيز أن الإدارة الأمريكية يعني بالنهاية تتعامل بلغة المصالح، عندما تشعر أن مصالحها في المنطقة في الوطن العربي مهددة بالتأكيد يعني ستخضع أو تخضع هذا الاحتلال لما يريده الشعب الفلسطيني وتنهي هذا الاحتلال أو ينتهي هذا الاحتلال. وأيضا يعني هذا الحضور القوي جدا للقضية الفلسطينية في عواصم الدول العالم والدول المهمة، وأيضا يعني الحضور في الولايات المتحدة الأمريكية للقضية الفلسطينية وهذا الالتفاف الجماهيري الواسع بالتأكيد هذا يتطلب جهود عربية موحدة شعبية وقوى وأحزاب تقدمية أن تعمل بشكل جاد مع القوى والأحزاب الفلسطينية ومع الجاليات الفلسطينية في كل أنحاء العالم لتوحيد الموقف والوجهة باتجاه الضغط على كل الدول الاستعمارية لكي تقف أو توقف مساعداتها ودعمها لهذا الاحتلال الصهيوني والتسليم بحقوق الشعب الفلسطيني. وبالتالي يعني بهذا أنا أعتقد أننا نستطيع أن نقصر من عمر هذا الاحتلال وأن ننهي هذا الاحتلال وأن نقيم الدولة الفلسطينية المستقلة وأن نضمن عودة كل اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وبيوتهم التي هجروا منها. طيب. أنا بصراحة يعني كل ما يحدث في المنطقة هو يؤشر ويؤكد أن المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من هذا الصراع، وهذا يتطلب بالتأكيد يعني استراتيجية وبرنامج يلتف حوله كل الأحزاب التقدمية في الوطن العربي والعالم الإسلامي حتى يتبلور موقف واضح وجاد وجلي، وأيضا يكون ضاغط بشكل أساسي على واضح تماما على هؤلاء الحكام الذين هم جزء منهم واضح تماما. دعني أختم الإدارة الأمريكية والدول الإمبريالية. طيب دعني أختم النقاش مع سالم بولبابا من تونس كسؤال أخير وفي دقيقة واحدة، كيف تبدو ملامح المشهد القادم برأيك أستاذ سالم؟ أعتقد يعني أن المشهد القادم يثبت مرة أخرى ما حصل طيلة الستة أشهر الماضية وليلة أمس أن لب الصراع في المنطقة هنا هو القضية الفلسطينية. ما لم يوجد حل عادل للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني فلن يكون هناك استقرار المنطقة. كل ما يحصل هناك على علاقة بالقضية الفلسطينية وعلى علاقة بوضع القدس وعلى علاقة بالمسجد الأقصى وعلى علاقة
بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. هذا هو جوهر الصراع هناك، الباقي كله تفاصيل. طيب هناك الآن معادلة واضحة جدا، هل أنت يعني من مع الكيان الصهيوني ومشروعه، ومن مع المقاومة الفلسطينية ومشروعها، واضح مشروع تمام. التحرير الوطني أو مشروع الكيان الصهيوني والعمالة الكيان الصهيوني. سالم بولبابة المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من تونس. وأشكرك أيضا محمد بكات عضو مكتب سياسي الجبهة الديمقراطية تحرير فلسطين، شكرا جزيلا، كنت معنا من نابلس. وأشكر أيضا سليمان بشاراتك الكاتب والمحلل السياسي الذي كان معنا قبل قليل من نابلس. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، تغطيتنا لا تزال متواصلة وبمختلف اللغات على قناة الجزائر الدولية. إلى اللقاء.